الحاجه اللي عايزها في التشريح. انا يعني في ساعتين اتنين بالظبط هشرح لك منهج التشريح كله. خلاص انا يهمني ان انت تفهم كويس، وبعد كده دورك في البيت تحفظ بقى. خلاص شباب. طيب احنا هنقسم التشريح بتاعنا الى جزئين. خلاص بقى عشان نهدى عشان الوقت. يا شباب حدش يتكلم بقى عايز نكوا. يعني بنقول ان في حاجه اسمها بارت 1 ده بيجي عليه 15 درجه. الجزء ده نصيبه في الامتحان 15 درجه تقريبا. يا شباب درجه فوق درجه تحت مش هتفرق يعني، لكن هو اباوت 15 ايه درجه. الجزء ده بسميه انتروداكشن. بسميه ايه؟ انتروداكشن. انتروداكشن عن البون، عن الماسل، عن الجوين. وهنعرف ايه الحاجات اللي هتيجي في الامتحان في كل جزء. خلاص. الجزء الثاني ده بسميه بارت 2 اللي هو الليمبس، اللي هو الترم بتاعنا الاساسي الفور والهاين. لو مسكنا الفور والهاين هتلاقي ست حاجات. اول حاجه البون، بعد كده الماسل. دي واحده ادو. السلام عليكم. الحمد لله يا سويد، عامل ايه؟ لا سلم عليك النهارده، كل خير مش عارف الساعه 11 طيب خلاص انت صحيح عدى عليه اربع ورشة في الجامعة مش عدى عليه 10 ونص 10 طب 9 ونص. خلاص يا شباب البون والماسل. ايه ده بون برضو؟ ماسل جوين. ازاي عمال تكرر يا دكتور الكلام ده؟ لا ده في هنا حاجات معينه في البون انتروداكشن، وفي حاجات للبونز بتاعت الفور والهاين. يا دكتور العظم اللي شرحناه سكابلو وهيومرس يجي في الامتحان اشرح؟ لا مش هيجي يشرح عشان في طلب كتير يا دكتور. الجزء ده كله السكابلا مشروحه، لاترال سيرفيس عليه كذا وكذا وميديال سيرفيس، كل ده مش جاي في الامتحان. امال ايه اللي هيجي؟ هقول لك دلوقتي. بعد كده في حاجه اسمها الارتريز والنيرفس والهو. يبقى اذا دلوقتي المنهج بتاعنا ست نقاط. خلاص؟ انتروداكشن عن البون والماسل والجوينت، وبالنسبه للفور والهايند هدرس البون بتاعت الفور والهايند، الماسل بتاعت الفور والهاين، الجوينت والارتريز والنيرفس، واخيرا الهوف. هو مره واحده بس الهوف، مفيش حاجه للفور والهاين، هو هوف وبس. خلاص شباب هنبدا نشرح حاجه حاجه. فين المشاوره؟ فين فيش احد مسح شكم. طيب سريعا كده يا شباب، بالنسبه للبون اللي هو بتاع الانترودكشن، ايه اللي علينا؟ اربع حاجات، اربع اسئله، ثلاثه شرح وواحده رسمي. حتى الناس بتسالني ايه الرسومات اللي علينا وانا بشرح اقول. اول حاجه خالص الاسكيلتون. الاسكيلتون ده يجي بثلاث طرق، رايت شورت نوت اون سكيلتون. اكتب ما تعرفه عن الاسكيلتون. كلاسيفيكيشن اوف سكيلتون، تايبس اوف سكيلتون، كل ده نفس الاسئله. هتقول ان الاسكيلتون عباره عن ايه؟ اكزيال وابنديكولار وايه؟ وفيسترال. وتقول الامثله بتاع كل واحد. الاكزيال سكال، فيرتبرال كالم، ريبس ستيرنم، كام حاجه؟ اربع حاجات، سكال، فيرتبرال كالم، ريبس ستيرنم. امال الابنديكولار؟ البونز بتاعت الفور ليم، او البونز بتاعت الليمبس عامه، بونز اوف ليمبس وخلاص فور وهاي. امال دي ممكن تيجي لوحدها بقى؟ دي ممكن تيجي لوحدها. يقول لك ايه اللي اكتب ما تعرفه عن فيسترال سكيلتون، او يغلس اكتر يقول لك ايه؟ سبلانكينك سكيلتون. سبلانكينك يعني حشوي. سبلانكينك يعني ايه؟ حشوي. معناه ايه سبلانكينك سكيلتون او فيسترال سكيلتون؟ معناها بونز، بعض العظام موجوده في بعض الاورجن. بعض العظام موجوده فين؟ في بعض الاورجن. زي هتكتب اس وشرطه، اس وشرطه، اس وشرطه. اس بينس موجوده في الضبط،
اوسكوردس يعني عظمه موجوده في القلب بتاعه الاكس والايه والشيب. في كلام اللي انا بقوله ده في ناس كتير عارفاه وفي ناس كتير مش عارفاه، فانا بقى ايه بذكر الناس اللي عارفه حتى هنا. واوس ديافراجماتيكاس يعني عظمه موجوده في الحجاب الحاجز بتاع الكامل. الناس اللي ورا سامعاني بتاع مين؟ الكامل. هو ده السؤال هيجي اما اكتب ما تعرفه عن الاسكيلتون كلاسيفيكيشن اوف سكيلتون تايبس اوف سكيلتون، او يقول لك فيسرال سكيلتون او الصعب شويه بلانكينيك سكيلتون. ده اول سؤال. انا معلش يعني ايه سريعا يعني انا بشرح بسرعه عشان نخلص بسرعه ان انا كله مش عايز اسيب حاجه. فحتى لو انت مش لاحق تكتب ورايا في طلبه سريعه تصور منها، او حتى انت حتى فهمت القصه تقعد تذاكر في البيت براحتك. واقول لك الورق بتاع الكتاب بتاع القسم ايه اللي عليك وايه اللي مش عليك عشان في حاجات مش هتتذاكر. خلاص الماسل، يا ترى الماسل ايه اللي اعرفه في الماسل؟ ها في ورقتين هم سؤالين في الماسل مفيش غيرهم. خلاص مش هشرح الماسل كتيره لانه هو شويه حاجات في الاول. اي عضله في الدنيا لها اوريجن ولها ايه انسيرشن، وتعريف الاوريجن والانسيرشن سهل، ده الفيكسد بار ده الموفابل بار. اي عضله في الدنيا بتنتهي بتندون، والتندون لما يبقى عريض شويه اسمه ايه ابونوروزيس. الكلام ده سهل. وانواع العضلات سكيليتال ها وكاردياك وايه وسموث. الاسكيليتال فولانتري وسترياتد صح ولا لا؟ والسموث نان ونان. خلاص لكن الكاردياك هي فعلا استرياتد لكن ايه انفولانتري. كل ده انترودكشن عن المصل ما بيجيش الامتحان، مجرد بس معلومات كده عامه تكون عارف. طبعا انا ممكن تكون ناس هاريه نفسها حفظ الحاجات دي المهم اي كلام وسايبه المهم. طيب السؤالين المهمين اللي بيجوا في المصل، اول حاجه اول سؤال جروبينج اوف سكيليتال ماسل. يعني ايه كلمه جروبينج؟ معناها كلاسيفيكيشن. معناها ايه كلاسيفيكيشن اوف سكيليتال ماسل؟ اقدر اقسم السكيليتال ماسل بكام طريقه؟ عندكم كذا طريقه في الكتاب. خلاص ممكن اعمل تليفون نص يعني 30 ثانيه عشان بنتي بس عليها حاجه. 30 ثانيه خلصوا مش عايز كلام بقى لو سمحت. انا مش هخرج بره، انا قاعد معاكم. اهدى شباب لو سمحتوا نكمل. ادي الموبايل اهوت عملته ايه صامت عشان ما اتصلش على حد وخليه معاك يا ابني. خلاص عشان ما اعطلكوش اوعى تاخد. طيب اسمعنا لو سمحت. اول سؤال جروبينج اوف سكيليتال ماسل، يعني اقدر اقسم السكيليتال ماسل بكام طريقه؟ في خمس طرق. خلاص مش هنستفيد بيهم في هنقول مثال بس واحد. يقول لك ايه جروبينج اوف سكيليتال ماسل اكوردنج تو ها جوينت اكت. يعني ايه جوينت اكت؟ يعني بتشتغل على كام مفصل، بتشتغل على كام ايه مفصل. في عضله مثلا زي مثلا ايه السوبرا سباينيتس مثلا بتشتغل على مفصل واحد بس خلاص اللي هو الشولدر جوينت، فبسمي العضله دي يوني اكزل. يوني ايه اكزل؟ بتشتغل على مفصل ايه يوني اكزل، بتشتغل على ايه مفصل واحد. تعمل له فليكشن تعمل له اكستنشن مش هتفرق تعمل له ايه، اهم حاجه بتشتغل على كام مفصل بسماها يوني اكزل. البايسبس مثلا بتشتغل على مفصلين فسماها باي ايه اكزل. مجموعه الفليكسورز والاكستنسورز بتاعه الفتلك والجوينت بتشتغل على الكاربل والفتلك والباسترن والكافن فبسماها ايه بولي اكزل او مالتي ايه او مالتي اكزل. ده ايه مثال.
في مثال عندك تاني حسب الاكشن، فليكشن، اكستنشن، ادكشن، ابدكشن، سيركمدكشن، روتيشن، وهكذا. خلاص، فالخمس حاجات اللي عندك دول تحفظهم. اهم واحد فيهم مين اللي بيجي في الامتحان كل سنه؟ اللي هو اكوردنج تو الاورينتيشن اوف ماسل فايبر. الاورينتيشن اوف ماسل ايه؟ فايبر. في كم نوع؟ ثلاثة. بارلل، يعني ايه بارلل؟ يعني الفايبر ماشيه كده زي شريط القطر، بارلل. خلاص، بعد بارلل في ايه؟ فيوزي فورم، يعني عامله كده مغزليه هيتقابلوا مع بعض، فيوزي فورم. وفي حاجه اسمها بنيت، في حاجه اسمها ايه؟ بنيت. البنيت دي معناها ان في تندون بتتقابل الفايبر عنده. البنيت ثلاث انواع، يوني بنيت وباي بنيت ومالتي ايه ومالتي بنيت. ركز على دي اللي هي الجروبنج اوف سكيليتال ماسل اكوردنج تو اورينتيشن اوف ماسل ايه فايبر. لكن الاصل احفظ الخمسه، لان ممكن يقول لك السؤال الكبير ده جروبنج اوف سكيليتال ماسل، هتقول اكوردنج تو الشيب حسب شكلها، حسب الاكشن، حسب ال 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 البتاع ده الجوينت اكت كم مفصل بيشتغل عليه، حسب الاورينتيشن اوف ماسل فايبر وهكذا. ركز على الجروبنج اوف سكيليتال ماسل اكوردنج تو اورينتيشن اوف ماسل ايه اوف ماسل فايبر. ده اول سؤال بيجي في الماسل اللي هو الجروبنج اوف سكيليتال ماسل. تاني سؤال بيجي بطريقتين، بيجي بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه انيموريت، يعني عدد وخلاص، يا راجل عايز منك اسماء فقط، عناوين. انيموريت، انيموريت ذا اكسسوري. ركز على السؤال ده بالله عليك عشان مهم. اكسسوري استراكشرز، واستراكشرز تجمع استراكشرز، ها، اسوشيتد يعني موجوده مع، اسوشيتد ويز سكيليتال ماسل. السؤال ده غايه في الاهميه يا جماعه. ايه الحاجات وانا بشرح العضلات الاقيها؟ حضرتك اول ما بتشرح الجلد، بتشيل الجلد، بتلاقي سوبرفيشال فاشل، بتلاقي ايه؟ يبقى رقم واحد السوبرفيشال فاشل. سوبرفيشال فاشل، السوبرفيشال فاشل دي هتلاقيها دايركتلي اندر ذا سكين، وتلاقيها ليس فاتي، اقل يعني ايه دهن شويه، وهي بتشتغل على موضوع الحراره، بتنقل ايه؟ بتنقل الحراره، بتحافظ على درجه حراره الجسم. خلاص، ده السوبرفيشال ايه فاشل. امال اللي بعد كده؟ الديب فاشيا لها ثلاث اشكال، اما تكون مغطيه العضله من بره، او تحت العضله، او ما بين العضلتين وبعض. خلاص، دي اسمها ديب ايه؟ دي اسمها ديب فاشيا. رقم ثلاثة، في حاجه اسمها برسه، في حاجه اسمها ايه؟ برسه وليس عرسه. في حاجه اسمها ايه برسه؟ ايه البرسه دي؟ ايه البرسه دي يا شباب؟ مثلا القمه، مش في حاجه اسمها الريدس والقمه؟ في حاجه اسمها اونكلانون تيوبريستي، بتبقى بارزه كده بره الحيوان. فالحيوان وهو ماشي في الاريا المحيطه بيه ممكن يحصل ايه؟ ريتيشن، يحتك بالايه؟ بالجدار، باي مكان، فيحصل التهابات. فربنا عشان يحمي الجزء الخارج من الجسم يحط عليه كيس مليان بالميه. خلاص، يبقى هو سيرس ممبرين، خلاص، فيلد ويز سيرس فلويد، يعني عباره عن ميوكس ممبرين كده مليان بشويه فلويد عشان يحافظ على الجزء ده من الاحتكاك. خلاص، اسمها ايه؟ بيرثا. اما يحصل ريبيت الريتيشن، كل شويه يحتك يحتك يحتك، هيحصل التهاب للبيرثا دي. التهاب البيرثا اسمه بيرسايتس. خد معلومه عندك لحد سنه خمسة، اي التهاب في الدنيا هتحط اي 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 اس. التهاب التندون تندنايتس، التهاب البرسة برسايتس، التهاب الفاجينا اللي هو المهبل فاجينايتس، وهكذا. فكلمة اي تي اي اس معناها التهاب. خلاص، يبقى كلمة برسايتس معناها التهاب فين؟ في البرسة. البرسة دي ما تلتهب هيحصل لها ايه؟ المية اللي فيها تزيد، اما تزيد يحصل لها سول تورم كده. خلاص يا جماعة، ادي كلمة ايه؟ برسة. طب البرسة دي اما تبقى طويلة شوية ومغطية التندون زي ايه بالظبط؟ زي الانبوبه بتاعت القلم دي، دي واحده القلم بيتفتح بعد اذنك كده، نفس المكان الوضع ده. ده اسمه تندون، ده اسمه ايه؟ تندون. خلاص، والكفر ده اما يغطي التندون كده، ده هسميه ايه؟ الونجيتد بيرسا. الونجيتد ايه؟ هسميها ايه بقى؟ ها، تندون شيس، او ساينوفيال شيس، او ساينوفيال ايه؟ ساينوفيال شيس. يبقى الساينوفيال شيس عباره عن الونجيتد بيرسا سراوند ذا تندون، سراوند ذا ايه؟ ذا تندون. دي اسمها ساينوفيال شيس. رقم أربعة الساينوفيال شيس. رقم خمسة سيساموييد بون.
السيساموييد ايه؟ السيساموييد بون. السؤال هيجي بثلاث طرق. الطريقه الاولى السؤال المباشر ده انيموريت ذا اكسسوري استراكشر اسوشيتد ويز سكيلتال ماسل. هاتي كاتب سوبرفيشال فاشيا ديب فاشيا بيرسا ساينوفيال شي سيساموييد بون. السؤال جه مره قال لك انيموريت، ما قالش ذا اكسسوري استراكشر بقى، قال لك انيموريت ذا ساينوفيال استراكشر اسوشيتد ويز سكيلتال ماسل. يبقى هكتب انا واحده في الخمسه مين؟ هتكتب دي ودي، خلاص البرسة والساينوفيال ايه شيس، لان قال لك ايه ساينوفيال استراكشرز، ساينوفيال استراكشر يبقى عايز البرسة وعايز الساينوفيال ايه شيس، خلاص كده. طيب في مره جه قال لك انيموريت اكسسوري استراكشر اسوشيتد ويز سكيليتال ماسل اند ديسكرايب وان اوف ذم. يعني ايه اند ديسكرايب وان اوف ذم؟ يعني اشرح واحده بس. فاختار السوبرفيشال فاشيا، سهله جدا على كلمتين بصوت. يبقى اذا اول طريقه يقول لك انيموريت بس ذا اكسسوري استراكشر اسوشيتد ويز سكيليتال ماسل، تكتب الخمسه. طب لو قال لك انيموريت وديسكرايب وان اوف ذم، اشرح واحده فيهم انت حافظها. السؤال الثالث اللي جه مره صعب والطلبه ما عرفتوش، قال لك انيموريت ذا ساينوفيال استراكشر، يبقى مين؟ البرسه والايه؟ الطريقه الرابعه يقول لك اشرح البرسه وخلاص. تشرح اشرح الساينوفيال ايه السوبرفيشال فاشل، اشرح الساينوفيال شيز، خلاص هتشرح واحده بس، في مشكله؟ طيب الرسمه، في رسمه عندكم في الكتاب صح؟ اللي هو التندون شيز صح؟ لا موجوده في الكتاب. دي تاني رسمه مهمه. دي أول رسمة؟ خلاص أول رسم. أول رسم ولا يهم. ها؟ طيب خلينا نخلي الرسومات في الآخر عشان ما نقعدش نضيع وقت، معلش، عشان نعلم بس مع بعض، عشان الوقت بس. كده احنا خلصنا الماسل. طبعًا كلكم نايمين. أنا بدأت في البون وما خلصتهاش. ما اعرفش ما حدش قال لي ليه. لو سمحت انا كده خلصنا الايه؟ الماسل. سؤالين جروبنج اوف سكيليتال ماسل والاكسسوري استراكشر. تيجي باي طريقه بقى، والرسمه قلناها وهنقول الرسومات في الاخر. ما زلنا في البون، قلنا اول حاجه الاسكيليت، اول حاجه الايه؟ وشرحناه. ثاني حاجه الفيرتبرال فورمولا. ايه الفيرتبرال فورمولا ده؟ يقول لك فيرتبرال فورمولا اوف هورس، اللي عليك الهورس بس. هتكتب سي 7 تي 18 ال 6 اس 5 سي دي من 15 ل 21 او 22. ايه ده؟ يعني دي سيرفايكال فيرتبرا عددهم 7، الثوراسيك 18، اللمبر 6، الصقر 5، الكودل او الكوكسوجين، اسمها كودل او كوكسوجين من 15 ل 21 او 22. دي اسمها الفيرتبرا الفورمولا. ده السؤال الثاني في البون. السؤال الثالث، السؤال الثالث ده اكيد جاي في الامتحان، اللي هو مين؟ التايبس اوف بون. التايبس بتاع مين؟ انواع البون في طريقتين. اكوردنج تو الشيب اند فانكشن، حسب الشيب والفانكشن. حسب الشيب والفانكشن في كام نوع؟ ها؟ لونج وشورت وفلات والريجولر. خلاص شباب؟ لونج وشورت وفلات وايه؟ والريجولر. حضرتك لما تروح النهارده، عشان ما فيش وقت اشرح الكلام ده لاني سهل بسيط، اشمعنى الهيومرس لونج؟ لان بتتميز لها بروكسيمال اكستريمتي وديستال اكستريمتي وايه؟ وشافت. هتقول لي يا دكتور طب ما الريبس الضلوع لها بروكسيمال اكستريمتي وديستال اكستريمتي وشافت. لا، ما احنا هنتفق ان اللونج دي في تيبيكال وفي اتيبيكال. في تيبيكال وايه؟ نموذجيه وغير نموذجيه. التيبيكال زي الهيومرس زي الفيمر. ليه؟ لو كسرتها هتلاقي جواها كده، هتلاقي جواها تجويف. التجويف ده اسمه ايه؟ مدلري كافيتي. مدلري ايه؟ كافيتي. المدلري كافيتي ده يحتوي على بون ايه؟ يحتوي على بون مرض. يبقى دي اسمها تيبيكال، دي اسمها ايه؟ تيبيكال. خلاص؟ فانت حضرتك لما تروح البيت النهارده هتقول رقم واحد كاركترايزد باي. اشمعنى الهيومرس لونج بون؟ هتقول لها بروكسيمال اكستريمتي وديستال اكستريمتي وشافت، ولها مدلري كافيتي وبون مرو. خلاص كده؟ طيب المثال الاكزامبل هتقول هيومرس وايه؟ وفيمر. خد واحد فور واحد هايبر.
طب الفانكشن الوظيفه معروف ان اللونج بون دي عشان فيها بون مارو يبقى بتكون ايه كرات الدم الار بي سيز او البلاد سيلز فورميشن اوف بلاد سيلز اكت از ا ليفر هي اللي رافعانا وسبورت اللي هو الدعامه وبروتكت الحمايه كل دي فانكشن موجوده في الكتاب خلاص. الشورت بون الشورت بون تتميز بايه طولها زي عرضها زي ارتفاعها ايكوال ان دايمنشن ايكوال ان ايه دايمنشن زي الكربس والطرسس كربس وايه خد مثال فور وهايد ايه ايه وظيفه الشورت بون ها رقم واحد ريديوس فريكشن تقلل الاحتكاك رقم اثنين ها ابزورب كونكشن تمتص الصدمات ابزورب كونكشن رقم اربعه ثلاثه فاسيليتيت ذا بلاي اوف تندون يعني ايه فاسيليتيت بتسهل حركه الاوتار الوتر ده التندون ده عشان يشتغل كده عايز ايه يا ايه يعني بيكون موجود فيه شورت بون تساعد في الحركه بتاعته يبقى في ثلاث وظائف للشورت بون رقم واحد ريديوس فريكشن ابزورب كونكشن فاسيليتيت ذا بلاي اوف تندون في مشكله خلاص. المثال بتاعنا قلنا كاربس وترسس الفلات بون زي اللي هو زي الاسكابولا والاسكوكسي خد واحد فور واحد هاي. طب اشمعنى بقول عليها فلات بون يعني عشان اكستند ان مور ذان وان دايركشن تمتد في اكثر من اتجاه وسن يعني رفيعه كده خلاص. اشمعنى الفلات بون موجوده هنا وهنا الاسكابولا بتحمل هارت الاسكوكسي تحمل جينيتاليا اعضاء التناسليه العظام بتاعه الفيس تحمل مخ اللي ده فايتال اورجن يبقى بروتكت ذا فايتال اورجن تحمل ايه الاعضاء المهمه ايه كمان تروح عند الجزار تلاقي احنا بنقول ايه سوبرا اسكابولار فصة ماسك فيها ايه سوبرا سباينيتس سب اسكابولار فصة سب اسكابولارس ايه ده إيه كل ما يبقى في مساحه العظم كبيره يمسك فيها ايه عضلات يبقى المثال يبقى الوظيفه فور ماسكولار اتاتشمنت او فور اتاتشمنت اوف ماسل اللي كي يمسك بها ايه عضلات. طيب الريجولار زي الفرتبري طبعا كل ده موجود في الكتاب انا مشرحه لك وانت ايه هتكمل الجدول ده لميت صفحه ونص في حته ورد قد كده. الريجولار زي الفرتبري ايه اللي بيميزها هاز بروسيسز لا بروسيس. طب ايه الوظيفه بتاعه الفرتبري مش احنا لسه قايلين سيرفايكال ثوراسيك لامبر ساكرا الكدل بيتحدوا مع بعض يعملوا ايه فيرتيبرال كولم يبقى فورميشن اوف فيرتيبرال كولم. طب ايه يعني ايه المشكله لما يكون الفيرتيبرال كولم لا ها بروتكت ايه ذا سباينال كورد يحمل سباينال ايه كورد ايه كمان زي الاسكابولا فور ماسكولار اتاتشمنت فور ماسكولار ايه لان كل بروسيس ماسك فيها عضله كل بروسيس ايه لو انت ضحيت في العيد الكبير وجي نصيبك في حته من الفقره هتلاقي الفقرات مليانه كلها عضلات خلاص شباب دي اسمها التايبس اوف ايه بس كل ده اكوردنج تو الشيب اند ايه امال اكوردنج تو ستراكشر اكوردنج تو ستراكشر فيه كومباكت وايه كومباكت وسبونج ايه كومباكت وسبونج ده الكومباكت اللي هي الاوتر هارد لير تمسك العظمه بتاعت الاسكابولا او الهيومرس او الريديوس او الانا تلاقيها ناشفه خلاص لكن لما تكسرها من جوه حوالين البون مارو اكيد في ايه الانر ديليكيت لير او الانر سوفت لير يبقى الكومباكت اوتر هارد لير امال الاسبونجي الانر سوفت لير او الانر ديليكيت لير خلاص. يبقى السؤال الاخير في البون اللي هو الرسمه اللي بتيجي في الامتحان دايما درو ارسم خلاص التيبيكال التيبيكال لونج بون التيبيكال ايه في رسمه عندك في الكتاب هتحفظها بعد اذنك بس انا هفهمها لك بطريقه كويسه. طبعا الرسومات مش لازم بقى تجيب الايه الاقلام رصا بتاعه اخوك اللي في كي جي ده وتقعد بقى تلون في الامتحان وتقعد نص ساعه في الرسمه والامتحان كله اصلا ساعتين. احنا عايزين رسمه بسيطه معبره عن اللي انت راجل بتاع تشريح وفاهم مش عايزين بقى ايه رسومات احنا مش فنون جميله. طيب هي الفكره كلها بتاعه التيبيكال لونج بون اللي انت تبقى فاهم اللي الجزء الفوقاني ده المفروض بروكسيمال ايه اكستريمتي واللي تحت ديستال اكستريمتي واللي في النص ده اسمه ايه شافت بس قال لك بلاش الاسماء الانجليش خليك في الاسماء اللاتين مش عايز كلام بقى لو سمحت بنقول اللي فوق ده اسمه بروكسيمال ايبيفيزيس بروكسيمال ايه واللي تحت ده اسمه ديستال ايبيفيزيس واللي في النص ده اسمه ديافيزيس اسمه ايه؟ خلاص بروكسيمال وديستال ايبيفيزيس والشافت اسمه دايفيزيس. دايما ما بين
الابيفيزس والديافيزس فيه عنق اسمه ميتافيزس، الجزء ده اسمه ايه؟ ميتافيزس. على الميتافيزس يا شباب، على الميتافيزس فيه حاجه اسمها ايه؟ ابيفيزيال بليت. ابيفيزيال ايه؟ بليت او ابيفيزيال كارتريج. ابيفيزيال بليت او بسميه ابيفيزيال ايه؟ كارتريج. يا ترى ايه فايدته؟ عشان ممكن اقول لك الفانكشن بتاعته ايه وظيفته. كلنا يا شباب اول ما اتولدنا كنا صغننين، بعد كده بعدين نطول 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 حتى نطول ولا لحد سن معين هنقف. اللي بيحصل ان البروكسيمال ايبيفيزيس او اسف البروكسيمال الايبيفيزيال بليت او الايبيفيزيال كارترج ده موجوده فوق وتحت، موجوده فوق ايه دي بتعمل ايه؟ بتبعد البروكسيمال والديستال اكستريمت عن الشافت. فالعظم كل ما يطول انت ايه؟ تطول. كل ما يطول انت ايه؟ تطول لحد سن معين يحصل هنا. يبقى دي مسؤوله عن الالونجيشن اوف بون. الالونجيشن اوف، عشان ممكن يقول لك اكتب المصطلح العلمي، بارت اوف بون ها ريسبونسبل فور، مسؤوله عن الالونجيشن اوف بون. هتكتب ايه؟ ايبيفيزيال بليت او ايبيفيزيال ايه؟ كارتل. هل يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يحصل حاجه اسمها كالسيفيكيشن اند اوسيفيكيشن. كالسيفيكيشن ترسيب للكالسيوم، وبعد كده يتحول الى عظم وتقفل المسام ديت وخلاص ما يطولش العظم ولا انت تطول. خلاص فهمت القصه دي؟ نقولها تاني. الابيفيزيال بليت ده المسؤول عن الالونجيشن بتاع البون، لحد سن معين بيحصل كالسيفيكيشن واوسيفيكيشن. خلاص شباب؟ بعد كده في حاجه اسمها مدلري كافيتي وبون ايه؟ وبون مارو. ده المدلري كافيتي اهو، مدلري كافيتي، والجزء ده اسمه بون ايه؟ بون مارو. خلاص؟ الطبقه الخارجيه بتاعت العظمه دي اسمها ايه؟ بيري اوستيوم. بيري اوستيوم. ودي لا مهمه جدا. الجزء الداخلي ده اسمه اندو اوستيوم. البيري اوستيوم ده حضرتك لو الطفل او انت انكسرت حصل فراكشر في البون، ايه اللي يحصل؟ ان البيري اوستيوم دي تستدعي الاوستيوبلاست سيلز الخلايا بتاعت العظم وتترص في المكان ده وتملى المسام كلها وتيجي لحمه الايه؟ لحمه العظمه ثانيه. يعني عايز اقول ان البيري اوستيوم ده ريسبونسبل فور، مسؤول عن هيلينج اوف بون. يعني ايه هيلينج؟ التحام والتئام العظم افتر فراكشر، بعد الكسر. خلاص؟ يبقى دي مسؤوله عن الهيلينج بتاع البون. مسؤوله عن الهيلينج اوف بون. خلاص؟ الهيلينج بتاع البون اللي هو بعد الايه؟ بعد الفراكشر. في مشكله يا شباب كده؟ تمام؟ دي الرسمه دي بتيجي في الامتحان كتير، ممكن تيجي مرسومه وتكتب البيانات او انت ترسمها بايدك، مفيش مشكله. كده احنا خلصنا البون والمصر، البون والايه؟ والمصر. طبعا يا شباب لو انتوا كنتوا جيتوا بدري عن كده شويه، يعني قبل الامتحانات العملي، مش بدري النهارده، انا عارف تجي من بدري. يعني قبل الامتحانات العملي كنا قعدنا يعني مره واثنين وثلاثه، لكن طبعا صعب علي وصعب عليكم، لكن انا بجتهد والله ان احنا نلم المنهج كله في قعده. هي كانت عايزه ثلاث مرات، كل مره ساعه ونص حتتين، تبقى خفيفه عليا وخفيفه عليكم. طيب كده خلصنا البونز وخلصنا الايه؟ المصل. طيب لو سمحت الجوينت. كلمة جوينت يا شباب، كلمة جوينت معناها ايه؟ يعني ارتكوليشن، فمفصل. يعني ايه برضه ارتكوليشن؟ اللي هو يونيون، يونيون يونيون بتوين تو بون اور مور، يعني عظمتين او اكتر. باي يونيتنج ميديوم، وسط رابط. وسط ايه؟ رابط. دلوقتي الجهاز ده متثبت فيه الجدار مثلا بمسمار، يبقى المسمار ده هو الوسط الرابط اللي بيربط الجهاز بالايه؟ الحائط. خلاص شباب؟ فالقصه كلها خلاص ان المفاصل نقدر نقسمها اكوردنج تو ذا يونيتنج ميديوم الى فايبرس جوينت، كارتليجينس جوينت، ساينوفيال جوينت. يبقى قسمنا المفاصل according to unity medium الوسط الرابط الى fibrous وcartilaginous وsynovial. يعني fibrous معناها ان اليونيتنج ميديوم fibrous تيشو، cartilaginous joint معناها اليونيتنج ميديوم cartilage سواء هيالين او fibro، synovial joint معناها اليونيتنج ميديوم synovial capsule. يبقى اذا كلمه joint معناها articulation،
وكلمه articulation معناها ان يونيون between two bone or more by uniting medium او وسط رابط. حسب اليونيتنج ميديوم ده قسمنا المفاصل الى فايبرس وكارتليجينس وساينوفي. يا ترى الفايبرس يتميز بايه؟ ايه الجنرال كاركتر بتاعه؟ واحد اليونيتنج ميديوم، اليونيتنج ميديوم فايبرس تيشو. اثنين المفصل ده الموفابول لا يتحرك. طالما الموفابول يبقى اندرجو كالسيفيكيشن واوسيفيكيشن. خلاص المفصل ما بيتحركش يبقى اندرجو كالسيفيكيشن واوسيفيكيشن. بعد كده المفصل ده بيبقى ايه؟ تمبوراري مؤقت. يعني ايه تمبوراري؟ بيطرا عليه تغيير. ايه التغيير؟ اللي هو معرض لترسيب الكالسيوم. يبقى في اربع كاركتر بتميز الفايبر جوينت. اليونيتنج ميديوم فايبرس تيشو، المفصل ده اموفابل لا يتحرك، وبالتالي اندرجو كالسيفيكيشن واوسيفيكيشن وتمبوراري. كم نوع؟ اول نوع اسمه سوتشر، وده بيجي في الامتحان كل سنه، لا ياخذ الامتحان من السؤال ده. سوتشر، سوتشر هتيجي كاتب ثلاث حاجات في كلمه سوتشر: التعريب بتاعه، الكاركتر بتاعه، التايبس. يبقى لو حبيت اشرح كلمه سوتشر زي ما يعني بقول الكتاب عشان اخذ الدرجه الكبيره او الدرجه اللي هي في البتاع، اقول الديفينيشن، التعريف، الكاركتر، التايبس. ثلاث حاجات. انتوا اتعودتوا معايا في المحاضره اللي انا ايه المعلومه لابد تبقى منظمه ومرتبه عشان توصل لدماغ الطالب. عايزك تذاكر برضو بالطريقه دي. السوتشر لو جات لي في الامتحان هكتب ايه؟ تعرفها. تعريف السوتشر ايه؟ اتس ا تايب، ده نوع من الفايبر جوينت بس بريزنت اونلي ان ذا سكال. نوع من الفايبر جوينت بس موجود فين؟ في السكال بس. ادي تعريف بس، خلاص مش اكتر من كده. اتس ا تايب اوف فايبر جوينت بريزنت اونلي اون ذا سكال، كاركترايزد باي، يتميز بيه الاربع مميزات دول. خلاص مش هنعيد تاني الاربع حاجات دول، هتكتبهم مره تانيه. امال الانواع؟ قال لك الانواع كام نوع؟ اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. في حاجه اسمها ستشاره بلانا. ايه ستشاره بلانا؟ وتيجي راسم رسمه كده اهو، ستشاره بلانا معناها ان البوردر بتاعه السوتشر دي على شكل البلين، شكل الخط. اول ما ترسم له الرسمه دي ما ترغيش، خلاص معناها انا هفهم انا بتاع تشريح ان الراجل ده فاهم. سوتشر بلانا معناها ان السوتشر شكل البلين، ترسم له الرسمه الصغيره دي. خلاص السوتشر بلانا موجوده فين يا ترى؟ في عظمه المناخير دي. العظمه دي اسمها ايه؟ نيزل بون. اسمها ايه؟ فالسوتشر هيسميه ايه؟ انتر نيزل سوتشر. هتيجي قايل المثال كده، بص تكتب سوتشر بلانا وجنبها رسمه وتكتب المثال، مش عايز رغي. انتر نيزل سوتشر بس، خلاص كده خلصت السوتشر بلانا. كتبت السوتشر بلانا ورسمت له رسمه بتعبر ان السوتشر بلانا عامله شكل البلين وموجوده في عقد المناخير، انتر نيزل سوتشر. طيب بعد كده السوتشاره سراتا، سوتشاره سراتا معناها البوردر عامله زي المنشار كده، شكل السو لاين، شكل السو ايه؟ لاين. البوردر كده از سو لاين، موجودة فين؟ في عظمة الجبهة دي. أهي. دي اسمها فرونتال بون العظمة دي. فبنسميها انتر فرونتال سوتشر. المثال بتاعنا، المثال انتر فرونتال سوتشر. أدي السوتشارة بلانا والسوتشارة سراتا. بعد كده في سوتشارة إيه؟ ها؟ اسكواموزا. اسكواموزا، الناس بتحب الموز، اسكواموزا. خلاص؟ السوتشارة اسكواموزا دي معناها ايه؟ معناها ان في عظمه نايمه فوق عظمه، اهي عظمه نايمه فوق عظمه ثانيه. اوفرلاب كده. بون اوفرلاب اذر بون. عظمه نايمه فوق عظمه، موجوده فين؟ العظمه بتاعت الودان دي، وفي عظمه تحتها اسمها تيمبرو برايتال سوتشر. العظمه دي اسمها تيمبرال بون ودي اسمها برايتال بون، العظمتين دول اللي ورا الودان دول نايمين فوق بعض. المثال بتاعنا تيمبرو برايتال سوتشر، المثال تيمبرو برايتال سوتشر. لو معانا سكال كنت وريتك الكلام ده. طبعا في ناس جو لي المكتب وانا وريتهم الكلام ده. تيمبرو برايتال سوتشر. خلاص؟ بعد كده في سوتشاره اسمها ايه؟ ها؟ فولياتا. ايه سوتشاره فولياتا دي؟ سوتشاره فولياتا. معناها ان في عظمه داخله جوه عظمه كده. بتخترقها كده جواها. خلاص؟ في عظمه اسمها فومر بون وعظمه اسمها ايه؟ بلاتين بون. فبسميها فيمرو بلاتين سوتشر. فيمرو
المثال بتاعنا فيمرو بلاتين سوتشر. فيمرو بلاتين ايه؟ سوتشر. كده الطريقه دي خدت درجه ان هي فين؟ مش عايزين نراجع اكتر من كلمه سوتشر. هتقول اتس ا تايب اوف فايبر جوينت موجوده في الاسكالي بس، يتميز بمميزات اربعه تكتبهم، وهم اربع انواع: سوتشاره بلانا انتر نيزل، سوتشاره سراتا انتر فرونتال، سوتشاره سكواموزا تيمبرو برايتال، وسوتشاره فولياتا فيمرو بلاتين سوتشر. في مشكله؟ خلاص. دي اول حاجه كانت فين؟ في الفايبرس. اول حاجه فين؟ في الفايبرس. تاني حاجه في الفايبرس حاجه اسمها سين كوندروزس، اسف، حاجه اسمها ايه؟ سين، ها؟ سين ديسموزس. ايه سين ديسموزس ده؟ عشان لو جت في الامتحان كلمه رد لطه. في اسئله كتير الاجابه بتاعتها سطر واحد. Syndesmosis it's a type of fibrous joint between radius and ulna, tibia and fibula, small and large metacarpus, small and large metatarsus. طبعا انتوا فاهمين انا بقول ايه، انا حاسس الناس مش فاهمه حاجه. مش في radius وulna شفتوها؟ هل radius وulna بيتحركوا؟ التمفصل اللي بينهم اسمه syndesmosis. التيبيا والفيبولا خلاص؟ المفصل اللي بينهم اسمه syndesmosis. كلكم عرفتوا الميتاكاربس والميتاتارسس. طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا 5 ميتا كاربس و5 ميتا ترسس. الحصان 1.5 ابسن، 1.5 ايه؟ اتفضل له 3 كبير هو اللي حامل الصباع، و2.4 ايه؟ صغيرين. خلاص؟ 2.4 بيتمفصلوا مع رقم 3 ما بيتحركوش، وانت شفت الكلام ده في المشرحه. فرقم 2.4 اسمهم سمول ميتا كاربس، ورقم 3 لارج ميتا كاربس. نفس الكلام سمول ولارج ميتا ايه؟ ترسس. فالامثله بتاعت السين كوندور السين ديسموزيس ريدياس والنا تيبيا وفيبولا سمول لارج ميتاكاربس وسمول لارج ميتاكاربس. في مشكله؟ النوع الاخير اسمه جونفوزيس. كانت السنه اللي فاتت وكان هي الاجابه بتاعتها سطر واحد وكان عليها درجه ونص. ايه جونفوزيس ده؟ امبلانتيشن اوف بيس انتو الفيولاي. طبعا الناس اللي واقفه معلش يعني بعد ايه شويه كده هنقوم الناس اللي قاعده ونعاد يعني من غير تشيف. خلاص شباب؟ فكلمه جونفوزيس ناس اللي ورا معناها امبلانتيشن اوف تيس انتو ايه؟ الفيولاي. كده خلصنا الفايبرس جوينت. اهم حاجه فيه مين؟ السوتشر. النوع الثاني بيجي على بعضه كده، يعني دايما السؤال الثاني ده بيجي كده اشرح الكارتليجينس جوينت على بعضه كده. كارتليجينس جوينت تيجي عامل كده او تيجي عامل مربع، يعني ايه جدول يعني مفيش مشاكل. هتقول والله ان الكارتليجينس جوينت ده اليونايتنج ميديوم كارتليج. طب انت خدته في الهيستولوجي كام نوع من الكارتليج؟ ايه هما؟ هيالين كارتريج وفايبرو ايه؟ طيب لو كان النوع هيالين كارتريج هسميه ايه؟ سين كوندروزيس. كلمة كوندرا باللاتيني معناها كارتريج. سين كوندروزيس. وهنا سيمفيسيس. وهنا ايه؟ وتيجي كاتب كده، والله النوع ده اليونايتنج ميديوم هيالين كارتريج، هنا اليونايتنج ميديوم فايبرو كارتريج. خلاص؟ هنا الوسط الرابط هيالين كارتريج، هنا الوسط الرابط فايبرو ايه؟ كارتريج. خليك معايا بعد اذنك. ده بسميه سين كوندروزيس وده بسميه ايه؟ سيمفيسيس. ده اموفابل ما بيتحركش. طالما كتبت اموفابل لابد تكتب رقم 3 و4 اللي انت حافظهم. اللي هو اندر جو كالسيفيكيشن واوسيفيكيشن وتمبوراري يعني ايه؟ مؤقت. طالما المفصل ده ما بيتحركش اموفابل لابد تكتب اندر جو كالسيفيكيشن واوسيفيكيشن وتمبوراري مؤقت، بيطلع عليه تغيير. خلاص؟ لكن المفصل ده اللي هو السيمفيسيس ده خلاص؟ بسميه سلايتلي موفابل، يعني بيتحرك اي بس حركه ايه؟ بسيطه. حتى لو المفصل بيتحرك حركه بسيطه يبقى على طول وانت نايم بيرمننت. بيرمننت يبقى ايه؟ ثابت. خلاص؟ بعد ما عرفنا ده بيتميز بايه وده بيتميز بايه هتقول الامثله بتاعه ده والامثله بتاعه ده يبقى احنا خلصنا. يبقى الكارتليجنال جوينت لو كان هيالين كارتج اسميه سن
كوندروزيس، لو كان فايبرو كارتريج اسميه ايه؟ سيمفيسيس. ده بيتحركش، ده بيتحرك حركه بسيطه، ده تمبوراري، ده بيرمننت. طب الاكزامبل، الاكزامبل بتاع ده وبتاع ده، رقم واحد حضرتك لسه عارف ان في كونكشن ما بين الابيفيسيس والديافيسيس، مش البروكس مال والديستال اكستريمتي اسمها ابيفيسيس والشافت اسمه ايه؟ ديافيسيس. هل بيتحركوا؟ حد شاف البروكسيمال اكستريمتي بتاعت اليومرس بتتحرك عن الشافت؟ خلاص يبقى الكونكشن بين ابيفيسيس اند ديافيسيس ان لونج بون، ان لونج ايه؟ بون. خلاص الاتحاد ما بين الابيفيسيس والديافيسيس في اللونج ايه؟ في اللونج بون. تاني حاجه، مش الريبس دي بتتمصل مع الاسترنم؟ الريبس يعني الضلوع الاسترنم عضله الايه؟ عضله القصر. هل الضلوع دي بتتحرك؟ لا ساكته. يبقى الكونكشن او الاتاتشمنت ما بين الريبس اند ايه؟ استرنم. الكونكشن ما بين الريبس والاسترنم، الكونكشن ما بين الريبس والاسترنم. خلاص كفايه عليك المثالين دول. امال هنا ايه الامثله اللي هنا؟ كلكم عرفتوا الاسكوكسين، وكلكم عرفتوا في سبوت اسمه بيلفيك سيمفيسيس، صح؟ جالكم في الامتحانات في بعض السبوت في حاجه اسمها بيوبيك سيمفيسيس وحاجه اسمها ايه؟ سكياتيك سيمفيسيس، بيتحد مع بعض يعملوا بيلفيك ايه؟ اهو يبقى رقم واحد هنا البيلفيك، وتكتب الكلمه دي زي ما هي بيلفيك سيمفيسيس. تاني حاجه انتر فيرتبرال ديسك، انتر فيرتبرال ديسك، انتر فيرتبرال ايه؟ ديسك. كلكم عارفين ان الفيرتبري تدخل مع بعض كده بتتمفصل، خلاص انتر فيرتبرال ايه؟ انتر فيرتبرال ديسك. كده خلصنا الكارتليجينس جوينت. واذا جه السؤال ده بيجي على بعضه كده اشرح. يعني فيرست بارت 1 وبارت 2، الجزء الاول في المنهج الجزء الثاني. هنا واحد اثنين. بص يا حبيبي حاضر، التقسيمه دي ازاي يعني؟ بص خلاص اسمح، احنا بنقول كلمه كارتليجنال جوينت معناها اليونيتنج ميديوم كارتليج. كام نوع من الكارتليج؟ عندنا نوعين، هايالين كارتليج، يبقى هسمي النوع من المفاصل ده سين كوندروزيس. لو كان نوع الكارتليج اللي بيربط الجوينت مع بعض هايالين هسمي النوع ده سين كوندروزيس، والنوع ده ما بيتحركش. وادي الامثله بتاعته. ماشي ماشي قدام خلاص بدون تعليق، خليك في يعني عمك تبقى فاهم الدنيا. اخر نوع بعنا خلصنا اول 15 درجه اللي هو السيلوبيان جوينت. ايه؟ حاضر، وانا هشرحهم على النرفس دلوقتي. يعني انا هبدا بعد ده في النرفس على طول. التلات اجزاء نيرولجي وبريكيال ولامبوسك دلوقتي. هدوس معاك ايه؟ طب خلينا نخلص بس ونتابع، نخلص الحته دي يا شباب. بس انا والله انا يعني بسافر كتير، عندي شغل بره فانا مشغول والله. انا فضيت النهارده والله بالعافيه. طيب اسمحوا لي لو سمحتوا. شباب والله والله العظيم انا يعني ما جيت الا عشان ابتغاء ربنا وعشان فعشان ايه؟ عشان نستحمل بعض ونخلص بالله عليكم. الساينوفيال جوينت ده سؤالين، يعني مفيش اكتر من كده. لا يجي السؤال الاول لا يجي السؤال الثاني، ما فيش نقاش. الساينوفيا لابد يجي فيه سؤال. خلاص اول سؤال اللي هو الايه؟ الاستراكشر اوف ساينوفيال جوينت. السؤال ده مهم جدا. استراكشرز اوف ساينوفيال جوينت. في الحقيقه لقينا الاستراكشرز حاجه صعبه، يعني مفيش حتى الاف في الاستراكشر. كم نوع؟ في نسيسري
اللي هو بسميه السنشل. السنشل يعني ما ينفعش من غيره نسمي المفصل ده سينوفيال جوينت. نسيسري واكسسوري. خلاص؟ حضرتك دلوقتي عشان تعمل اي مفصل في الدنيا لابد تجيب عظمه تركب مع عظمه. عظمه تركب مع ايه؟ مع عظمه. نرسمها. ادي عظمه. وادي عظمه. خلاص؟ العظمه دي هسميها رقم واحد. رقم واحد اسمه ايه؟ ارتيكولار سيرفس. ارتيكولار ايه؟ سيرفس. هل ينفع مفصل من غير ما يبقى فيه عظمتين في وش بعض كده؟ او اكتر، اهم حاجه يبقى على الاقل فيه عظمتين. خلاص؟ العظمه دي والعظمه دي بسميها ارتيكولار ايه؟ سيرفس. نكتب فيها كلمتين. الارتيكولار سيرفس ماست بي. ماست بي. سموث. سموث. ولابد تبقى كومباكت بون. ينفع سبونج بون يتفصلوا مع بعض؟ تبقى عاملين كده؟ خلاص؟ يبقى لابد تبقى كومباكت بون وسموث. كومباكت بون وايه؟ خلاص خلصت الارتيكولار سيرفس. ما لابد كل حاجه تكتب عليها كلمتين كده. يبقى الارتيكولار سيرفس خلاص ماست بي كومباكت بون اند سموث. طيب الحاجه الثانيه زياده في ان المفصل ده يشتغل بكفاءه هيجي هنا كارتريج يلف كده يغطي ده ويغطي ده. ده سميه رقم اثنين. رقم ايه؟ اثنين. ارتيكولار كارتريج. ارتيكولار كارتريج. الارتيكولار كارتريج نكتب برضو عليه كلمتين. هل يا ترى الارتيكولار كارتريج هايلين ولا فايبرو؟ هايلين كارتريج. ايه كمان؟ سموث. لابد يكون ناعم. ايه كمان؟ نون فاسكولار. يعني ايه نون فاسكولار؟ يعني خالي من الاوعيه الدمويه. ما ينفعش ارتريز يمشي في الحته دي. ليه؟ المفصل عمال يعمل كده. لو في ارتريز هيتقطع، ولو اتقطع يحصل بليدنج، ولو حصل دم هيحصل ايه؟ ان البكتيريا تنمو في المنطقه دي ويحصل ابسس والمفصل يضرب ويحصل التهابات ومشاكل. خلاص؟ يبقى الارتيكولار سيرفيس كومباكت بون وسموث. الارتيكولار كارتريج لابد تكون هيالين كارتريج وسموث ونان ايه؟ ونان فاسكولار. بعد كده في حاجه اسمها ارتيكولار كبسول. ارتيكولار ايه؟ كبسول. ارتيكولار كبسول دي تتكون من طبقتين. اهي. دي رقم ثلاثة عبارة عن A وB. خلاص؟ ارتيكولار كبسول. الارتيكولار كبسول تتكون من كم طبقة؟ A وB. A بسميها ايه؟ اللي بره دي لابد تبقى فايبرس لير. فايبرس ايه؟ لير. بتبقى اوتر سترونج فايبرس لير. ليه؟ فور بروتكشن، عشان الحمايه بتاعت المفصل. خلاص؟ يبقى اللي بره دي اسمها فايبرس لير. اسمها ايه؟ فايبرس لير. والفايبرس لير نكتب عليها كلمتين. بتبقى اوتر سترونج فايبرس لير فور بروتكشن. هي بره اوتر وسترونج قويه ونوعها فايبرس عشان الحمايه اللي هي البروتكشن. رقم بي اللي هي المنقطه دي اسمها ساينوفيال ممبرين. ساينوفيال ممبرين. الساينوفيال ممبرين سكريت ساينوفيال. يعني ايه سكريت؟ بتفرز سائل اسمه ساينوفيال. سائل اسمه ايه؟ ساينوفيال. فين موقعه؟ فين مكانه؟ موجود هنا. مليء بالكبز ده. فرقم اربعه، رقم اربعه دي اسمها ارتيكولار، ارتيكولار كافيتي. ارتيكولار ايه؟ كافيتي. الارتيكولار كافيتي فيلد ويز ساينوفيال. مليئه بالساينوفيال. الارتيكولار كافيتي فيلد ويز ساينوفيال. طب يعني ايه ساينوفيا؟ ما لابد معلومه تجيب معلومه. تعريف الساينوفيا ايج وايت لايك فلويد. سائل ابيض مثل بياض البيض. ايج وايت لايك فلويد. خلاص؟ سكريتد باي. مين اللي بيفرزه؟ ها؟ الساينوفيال ميمبرين. ليه؟ ايه الفانكشن بتاعه؟ لوبريكيشن، تشحيم والتزييت. المفتاح بتاع الشقه لو عاصلك بتحط نقطه زيت عليه. لوبريكيشن يعني التشحيم والتزييت. ليه برضه؟ عشان سهولة حركة المفاصل. خلاص؟ فاسيليتيت زي ايه؟ زي موفمنت اوف جوينت. بتسهل حركة الايه؟ حركة الايه؟ الجوينت. فليكشن، اكستنشن، ادكشن، ابدكشن، حركة المفاصل. خلاص؟ يبقى لوبريكيشن. كلمة لوبريكيشن معناها التشحيم والتزييت. لوبريكيشن. ايه كمان؟ مش قلنا الارتيكولر
كارتريج نون فاسكولار خالي من العوده الدمويه. امال هتاكل ازاي؟ هتتغذى ازاي؟ هنقول كاري. كاري يعني ايه؟ تحمل النيوتريانت المواد الغذائيه تو ارتيكولار كارتريج. كاري ذا نيوتريال تو ذا ارتيكولار ايه؟ كارتريج. كده احنا خلصنا الايه؟ النسيسر ستراكشر، ارتيكولار سيرفيس، ارتيكولار كارتريج، ارتيكولار كبسول، ارتيكولار كافيتي. خليك معايا يا دكتور. خلاص؟ امال النسيسري الاكسسوري، الاكسسوري رقم واحد لجم، رقم اثنين ديسك اند ميسكاي، رقم ثلاثة مارجنال كارتريج. الكلمتين على كل واحد بساط جدا. بص كده المنظر، ادي المفصل اهوت، مفيش مشاكل اهو اهو. الليجامنت ده حاجه من اتنين، لا اما اكسترا كابسولر لا اما انترا ايه؟ كابسولر. ادي الاكسترا كابسولر اهو اهو بره خالص. اكسترا كابسولر يعني اوت سايد زي ايه؟ زي كبسول. وعندك مثال بحفظه في الامتحان معاك في الكولاترال ليجامنت بتاع اي مفصل، بسميه اكسترا ايه؟ كابسولر. وفي نوع تاني ما بين التو لير بتوع الكبسول، انترا كابسولر، زي الكروشيت ليجامنت الرباط الصليبي اللي في الركبه هنا، كروشيت ليجامنت الرباط الصليبي في الاستايفل جوينت. فهتقول بس ان الليجامنت فيه اكسترا كابسولر، وكلمه اكسترا كابسولر اوت سايد ذا كبسول والمثال. انترا كابسولر بتوين التو لير اوف ذا كبسول والمثال. بس خلصت، الموضوع مش صعب يعني. امال ايه ديسك اند من سكاي؟ الديسك من سكاي اهي، ادي المفصل اهو. هو كلمة ديسك اند من سكاي الاثنين لهم تعريف واحد. تو بليتس. يعني ايه تو بليتس؟ يعني شريحتين اوف فايبرو كارتريج. تو بليتس اوف فايبرو كارتريج انتركليتد يعني محشورة او بريزنت انسايد ذا ارتيكولار كافيتي، موجودة جوه الارتيكولار كافيتي. ادي تو بليتس اهم، ادي واحد ادي الثاني. بس التو بليتس دول لو كانوا انكمبليت، ده انكمبليت مش كاملين، هسميه ايه؟ من سكاي. هسميه ايه؟ من سكاي. لو كومبليت، كومبليت هسميه ديسك. هسميه ايه؟ ديسك. ده موجود فين وده موجود فين؟ المن سكاي زي ما انت خدت مع الدكتور موجوده في الاستايفل جوينت. الديسك موجود في التي ام جي. ايه التي ام جي؟ انا بقالي ساعتين بتكلم اهو، المفصل ده بتاع الكلام اللي ليه اخ او اخت في اسنان، معروف المفصل ده اسمه تي ام جي، تيمبرو مانديبلر جوين، اللي هو ده ده بيتحرك، تيمبرو مانديبلر جوين تي ام جي. خلاص؟ في مشكله؟ اشمعنى المفاصل دي فيها ديسكو من سكاي؟ لان المفاصل بتتحرك كتير فعايزه دعامه. خلاص شباب؟ امال ايه مارجنال كارتريج؟ المارجنال كارتريج دي كلكم عارفين الشولدر جوينت، عباره عن الهيد بتاعت اليومرس بتدخل جوه الجلينويد كافيتي في السكابولا، كذلك الهيد بتاعت الفيمر بتدخل جوه الاسيتابيولا. المفصل ده اسمه شولدر جوينت وده اسمه هيب جوينت. دايما الهيد اكبر من الجلينويد كافيتي، فاللي بيحصل ادي الجلينويد كافيتي اهو، فعايزين نكبره فنحط عليه كارتريج يلف حوالين المارجن كده عشان يكبره. خلاص؟ يبقى عباره عن فايبرو كارتريج سراوند ذا مارجن اوف ذا ايه؟ جلينويد كافيتي واسيتابيولوم. ده موجود في الشولدر جوينت والهيب جوينت، موجود في الشولدر جوينت والهيب جوينت. كده احنا خلصنا اول حاجه خالص اللي هي الاستراكشر اوف سينوفيال جوينت. الاستراكشر نسيسري واكسسري. النسيسري اربعه، ارتيكولار سيرفيس اللي هو عضلتين، كل عضو مغطيه بكارتريج ارتيكولار كارتريج وارتيكولار كبسول، تو لير اوتر فايبرس لير وانر سينوفيال ممبرين، والارتيكولار كافيتي مليء بالسينوفيال. الاكسسوار ستراكشر اللي هي الليجامنت والديسك من سكاي والمارجنال كارتريج. يبقى السؤال الاخير، نعم الرسمه دي مهمه طبعا، احنا قلنا الرسمه بتاعت الايه؟ الاستراكشر. احنا قلنا الرسومات في الاخر هنظبطها مع بعض. لو سمحت لو سمحت. السؤال الثاني بقى مهم جدا، كلاسيفيكيشن اوف سينوفيال جوينت. كلاسيفيكيشن اوف سينوفيال جوينت.
نعم. احنا قلنا الاستراكشر خلاص، هنا الكلاسيفيكيشن بقى. في الحقيقه الكلاسيفيكيشن هقسمها بطريقه جميله جدا هتعجبك. الكلاسيفيكيشن في حاجه اسمها نيوميريكال كلاسيفيكيشن وحاجه اسمها اناتوميكال كلاسيفيكيشن. نيوميريكال كلاسيفيكيشن يعني عددي، اكوردنج تو نمبر اوف بول، حسب عدد العظام التي تشارك لتكوين هذا المفصل. خلاص، يبقى كلمه نيوميريكال اكوردنج تو نمبر اوف بول، حسب عدد العظام المشاركه في تكوين هذا الايه، هذا المفصل. هذه كلمه نيوميريكال. نيوميريكال معناها ايه؟ عددي، اكوردنج تو نمبر اوف بول. والله لو لقينا المفصل ده بيشارك في تكوينه تو بون بس هسميه سيمبل. هسميه ايه؟ سيمبل. لو اكتر من عضتين هسميه ايه؟ كومباوند. ويا ريت تقول مثال. هنقول الحمد لله الحمد لله رحمه الله، تو بون عضمتين بس هسميه سيمبل. المثال بتاعنا اللي هو الايه؟ الشولدر جوينت. خلاص كفايه علينا كده. اكتر من تو بون، اكتر من عضمتين هسميه كومباوند. هسميه ايه؟ كومباوند. المثال بتاعنا الالبو، مفيش مشكله. خلاص كده انا خلصت اول كلاسيفيكيشن. النيوميريكال كلاسيفيكيشن اكوردنج تو نمبر اوف بون. لو تو بون بس يبقى اسميه سيمبل زي الشولدر، اكتر من عضمتين هسميه كومباوند زي الالبو، زي الكاربال، زي الفيتلوك، زي الكافين، كل ده ايه؟ كومباوند. في مشكله؟ كده خلصنا اول كلاسيفيكيشن. تاني كلاسيفيكيشن اناتوميكال كلاسيفيكيشن اكوردنج تو اكسس اوف موفمنت. يعني ايه الاكسس؟ محور الحركه. في الحالة لقينا في مفاصل بتتحرك على محور واحد بس زي كده، محور واحد بس. في مفاصل بتتحرك على محورين زي ده ستايفل كده، اقول كده يمين وشمال. في مفاصل بتتحرك على اكتر من مفصلين. خلاص، والله لو لقينا المفصل ده واحد هسميه يوني اكزم. يوني اكزم واحد اهو، ونحط جوه مربع. جوه اليوني اكزم نفسه نوعين، جوه اليوني اكزم نفسه نوعين، هنج وبايفوت. هنج وايه؟ ايه الفرق بين الهنج والفرق بين البايفوت؟ دايما ادي الحركه ومحور الحركه دايما عمود على الحركه. يعني لما اعمل كده يبقى محور الحركه ماله؟ ترانسفيرس. ما هو دايما الاكسس عمود على الحركه نفسه. اما اعمل كده فليكشن واكستنشن يبقى الايه؟ ها اللونجيتودينال اكسس ماله؟ هوريزونتال او ترانسفيرس يعني. خلاص، لكن اما اعمل كده يبقى محور الحركه ايه؟ فيرتيكال. فيرتيكال يعني ايه؟ عمودي. خلاص، اما يبقى كده ترانسفيرس هسميه هنج، اما يبقى فيرتيكال هسميه ايه؟ بايفوت. فالمثال بتاعنا هنا الالبو جوينت، ده المثال بتاعنا. المثال بتاعنا اطلنتو، اطلنتو اكزيال جوينت. ايه اطلنتو اكزيال جوينت ده؟ اول فقره في الرقبه اسمها اطلس، ثاني فقره اسمها اكزيس. فداخلين مع بعض كده، احنا دايما بنعمل كده. هتقول لي ما انا يا دكتور بعمل كده. لا، الحركه دي بتاعت ايه؟ فقرات ثانيه. بعدين بتكلم في الحمار. خلاص، في مشكله؟ هتجيب بقى كده في الهند. يبقى اذا دلوقتي الجزء ده عشان فيه رغي كتير عايزك بس تعرف الاسم والمثال، الاسم والايه؟ والمثال. يبقى اليوني اكزيال، اليوني اكزيال هنج وبايفوت. الهنج زي الالبو والبايفوت زي الاطلانتو اكزيال جوينت. طبعا يعني عشان نكون صادقين مع بعض، يعني مش كل كلمه في الكتاب طبعا هنقولها النهارده. احنا حتى بنجتهد اللي احنا هنقول 80% من المعلومات المهمه اللي بتيجي في الامتحانات، زاد حضرتك بقى تجتهد بقى في البيت. خلاص؟ يعني انا عايز اقول حتى على الاقل النهارده بفهمك مادة التشريح بتذاكر ازاي، وتحط نقط على الحروف، والاجزاء اللي بتذاكر وازاي ما بتذاكرش، وجاي ازاي في الامتحانات، والاسئله بتيجي صيغتها ازاي، كل ده مهم بالنسبه لي. فعايزين يعني نستفيد بالوقت كويس. احنا اخرنا 11 ونص هكون مخلصين. الساعه كام معاك؟ 10 ل 10، 11 ونص هكون مخلص عشان عندي ميعاد 12. خلاص؟ فيعني ايه؟ مش عشان عندي ميعاد عشان تذاكروا يعني. ادي الايه؟ مشكلتي ان انا صريح. اليوني اكزل، الهنج والايه؟ الهنج والبايفوت. في مشكله كده؟ طيب بعد كده الباي اكزل بقى، خليك بالك عشان هرسم رسمه مهمه.
باي اكسل. الباي اكسل يا شباب، الباي اكسل ثلاث حاجات، كوندويلر شباب، كوندويلر اليبسويد سادل. ايه الاسماء الغريبه ده؟ في حاجه اسمها كوندويلر، كوندويلر، وفي حاجه اسمها اليبسويد، وحاجه اسمها سادل. برضه انا عايز الاسم والمثال، يعني قلنا الباي اكسل كام نوع؟ كوندويلر اليبسويد سادل، وتقول المثال. بس عشان اقول لك المثال هرسم لك رسمه صغيره عشان تفهم. بصوا معايا كلكم خدتوا في المحاضره برضه معايا ان في الالبو الكاربال جوينت ده عباره عن الريديس والانا اهي، هذا عظمه الريديس كبيره وعظمه الانا ايه صغيره، وقلنا هنا الميتا كاربس رقم 3 ورقم 2 ورقم ايه 4، وقلنا الصف الاولاني سي ار وسي يو اهوت، سي ار اللي هي ريديال كاربال بون، وسي اي انترميديت كاربال بون، وسي يو اندر، وسي اي معناها ايه اكسسوري كاربال بون، وادي سي 1 ممكن تبقى موجوده او لا. بعد كده ادي سي 2 وادي سي 3 وادي سي ايه سي 4. المفصل ده كله على بعضه اسمه الكاربال جوينت او الني جوينت، كاربال جوينت او ايه او الني جوينت خلاص. لكن لقينا المفصل ده يتكون من كام مفصل؟ ده اسمه ايه؟ واحد، وده اسمه ايه؟ اثنين، وده اسمه ايه؟ ثلاثة. اللي فوق ده ما بين الريديس والألنا وأول رو البروكسيمال رو خلاص؟ مين الكبير الريديس ولا الألنا؟ الريديس. يبقى أسمي المفصل ده ريديو كاربون، ريديو ريديو كاربون، واللي بعده انتر كاربون، واللي بعده كاربو ميتا كاربون خلاص؟ ريديو كاربال انتر كاربال كاربو ميتا كاربال، ريديو كاربال انتر كاربال كاربو ميتا كاربال خلاص. لو حبينا نقول بقى الباي اكسيال كوندويلر الابسويد سادل، الكوندويلر معناها المفصل ده فيه حاجه بارزه بره كده عامله زي الكوندويل. مين اللي حاجه البارزه؟ مش الباتيلا صابونه الرجل دي، الباتيلا دي بارزه جوه المفصل كده ومن بره، فبسمي المفصل ده الاستايف الكوندويلر. كوندويلر يعني فيه حاجه بارزه كده زي الكوندويل زي البكره خلاص. يبقى الكوندويلر المثال بتاعنا الاستايف، استايف الجوينت. امال الاليبسويد والسادل؟ الاليبسويد، الاليبسويد اللي هو الراديو كاربون، راديو كاربون خلاص. السادل ليه كلمه سادل معناها ايه؟ سادل معناها حاجه عريضه على حاجه عريضه. السطح ده السكند رو او الديستال رو عريض، والسطح بتاع البيتا كاربس عريض، فسطح عريض على سطح عريض يعمل زي السدل، زي الايه؟ زي السدل، فيسميه كاربو ميتا كاربو. المثال بتاعنا كاربو ميتا كاربو خلاص. يبقى الباي اكسل المفصل ده بيتحرك على محورين، كوندويلر اليبسويد سدل، الكوندويلر زي الاستايفن، الاليبسويد زي الريديو كاربال، والسدل الكاربو ميتا كاربو. رقم ثلاثة بولي اكسل او مالتي اكسل او بسميها بول اند سوكت. شوف كم نوع بقى، بولي اكسل او مالتي اكسل او بولي او بولي اكسل او مالتي اكسل او بول اند ايه سوكت. المثال بتاعنا الشولدر والهيب، الشولدر والايه؟ اشمعنى الشولدر والهيب؟ بسميها بول اند سوكت، كره جوه سله، تلاقي الهيب بتاعت اليومرس داخله جوه الجنينوت كافيتو في سكابولا، يبقى بول اند سوكت خلاص. الهيد بتاعت الفيمر داخله جوه الاسيتابيلوم، يبقى بول اند سوكت. والمفصلين دول بيعملوا كل انواع الحركات، عشان كده سميته ايه؟ بولي اكسيال مالتي اكسيال بول اند سوكت. المثال بتاعنا الشولدر والهيب، الشولدر والهيب. تا رابع نوع والاخير حاجه اسمها بلين جوينت، او ليه اسم تاني بلين جوينت؟ ليه اسم تاني؟ ماليش اسم تاني عندكم؟ خلاص مش مشكلة. البلين جوينت معناها ايه؟ معناها المفصل ده بيتحرك حركة اسمها جلايدنج أو سلايدنج، حركة تزحلقية. بص كده المنظر ده، بص كده عاملة كده، رايح جاي، رايح جاي. إيه المفصل الوحيد اللي بيعمل كده؟ الإنتر كاربون. ليه؟ عشان البروكزيمال رو والديستال رو عامل زي كف إيدك كده. خلاص؟
حركه بسميها جلايدنج او سلايدنج موفمنت. خلاص يبقى اذا المثال بتاع البلين جوينت الانتر كاربال جوينت، عرفتوا رسمت الرسمه دي ليه؟ الانتر كاربال ايه؟ الانتر كاربال جوينت. كده احنا خلصنا الايه؟ الكلاسيفيكيشن. لو جه في نهايه الجزء ده قال لك تايبس اوف موفمنت مثلا، جه مره سؤال زي ده وسهل ومفيش مشاكل فيه. انواع الموفمنت كم نوع؟ انواع الموفمنت في حركه اسمها جلايدنج او سلايدنج، وحاجه اسمها انجولر، وحركه اسمها ايه؟ انجولر. الجلايدنج او سلايدنج اللي هي الايه؟ البلين جوينت. الجلايدنج او سلايدنج اللي هي البلين ايه؟ البلين جوينت. الجلايدنج او سلايدنج اللي هي البلين ايه؟ جوينت. امال الانجولر؟ الانجولر معناها يعني اقلل الزاويه، ازود الزاويه، اضم الزاويه، ابعد الزاويه، يبقى كل الحركات السبعه المعروفين فليكشن اكستنشن ادكشن اضم رجلي ابدكشن سيركمدكشن نص دايره روتيشن وهكذا. خلاص هايبر اكستنشن فليكشن واكستنشن وهايبر اكستنشن الفتلو بيعمل هايبر ايه اكتر من 180. فسبع حركات تبع الايه؟ الانجولر فليكشن اكستنشن هايبر اكستنشن ادكشن ابدكشن سيركمدكشن روتيشن. في مشكله؟ كده احنا خلصنا كل الجزء الاولاني بارت 1 اللي هو الايه؟ الانترودكشن. لسه اقول والله عايز ايه؟ ما هو الجلايدنج له علاقه حركه تزحلقيه اللي هو البلين جوي. طيب النيرفس سيستم بقى، النيرفس سيستم يا شباب اللي هو الجزء اللي معذب كلكم اللي هو النيورولوجي، والموضوع انا شايف ده يعني اسهل مما تتخيلون، بس القصه كلها تفهم الايه الموضوع جاي ازاي. بصوا يا شباب بديكوا ريست نص دقيقة عشان تاخدوا نفسكم. حد يكلمني؟ ده كل ما حد اتصل تكنسل معانا. اهو حد يكلمني اهو. طيب يا شباب الجزء اللي عليه 35 درجة تقريبا. الله يا شباب طيب بالنسبة خلاص يا حبيبي حبيبي شباب يا بنات البول احنا قلنا دلوقتي قسمنا المنهج بتاعنا عبارة عن انترودكشن بون ومصل وجوين وجزء تاني اللي هو الليمبس بون وماسل وجوينت ونيرف وارتر وهوف. بالنسبه للبون ايه الاسئله اللي ممكن تيجي في البون؟ هم ثلاث اسئله في الفور وثلاث اسئله في الهاي. في سؤالين سهلين ما اعتقدش يجوا لو قال لك انوموريت ذا بونز بتاعت الفور ليمب او البونز بتاعت الهايند ليمب، هل ده سؤال صعب؟ تقول لي سكابلا هيومرس ريدس انا كاربس ميتاكاربس فلانجيس سمويت بون اوسكوكسي فيمر وهكذا. فده سؤال فور وهايند البونز. طب لو قال الجوينت بالترتيب هتقول شولدر جوينت وبعد كده الايه؟ الالبو الكاربال فيتلوك باسترن كافن الثاني هيب ستايفل هوك وفيتلوك باسترن كافن. طب لو قال لك ريجون الريجون بتاعت الفور شولدر وارم وفور ارم وايه؟
ومينس، شولدر وارم وفور ارم ومينس. طب الشولدر فيها مين؟ عشان لو قال لك الشولدر فيها عظمه اسمها ايه؟ سكابولا. والارم هيمرس، ده انتوا ضايعين. والفور ارم والمينس دي اهم واحده. الشولدر يا شباب فيها سكابولا، الشولدر فيها ايه؟ سكابولا. والارم هيمرس والفور ارم ريديوس وان، دول سهلين الثلاثه دول. الشولدر فيها سكابولا، انا حتى كنت بقول اعدي الجزء ده بسرعه انتوا عارفينه يطلع اللي انتوا فله. الشولدر فيها ايه؟ سكابولا. والارم فيها ايه؟ هيمرس. والفور ارم ريديوس وان. المينس بقى بتيجي في الامتحان كتير قوي. المينا المينس في اربع عظمه، الكربس او بنقول كربس او كربل بون، الاثنين صح، كربس او كربل ايه بون، ميتا كربس، فالانجيس وتكتب فالانجيس بين قوسين فيرست وسكند وايه وسيرد، وسيساموييد بون وتكتب بين قوسين بروكسيمال وايه وديستال. البروكسيمال عاداتهم اثنين والديستال عاداتهم واحده، بسميها نافيكولار بون. نافيكولار ايه؟ وتبقى عارف عشان بيجي سؤال اكمل، جاي لك سؤال اكمل، ان البروكسيمال سيساموييد بون عاداتهم كام؟ اثنين. ما بين عظمه ايه وعظمه ايه البروكسيمال سيساموييد بون؟ ما بين الميتا كارباس والفيرست فالكس، ما بين الميتا كارباس والفيرست فالكس، ده البروكسيمال سيساموييد بون وعاداتهم كام؟ امال الديستال سيساموييد بون او النافيكولار بون ما بين السكند والثيرد كام؟ ده شرحته في المفاصل في المحاضره بتاعتي خلاص. فالمينس لو جت في الامتحان رايت اكتب ذا بونز بريزنت ان مينس ريجون، هتكتب كاربال بون وتكتب الكاربال بون عاداتهم من 7 ل 8، من 7 ل 8 ان تو رو، بروكسيمال رو عاداتهم 4 وديستال رو عاداتهم 4، وتكتب اساميهم. لو انت تبقى فاهم هتكتب ايه ده الايه الكاربال بون. الميتا كاربس تقول لارج رقم 3 وسمول 2 و4، ما انت بتبقى تكتب. وبعد كده تقول الفالنجيز فيرست وسكند وسيرد وسيساموييد بون بروكسيمال وايه وديستال، بروكسيمال 2 والديستال ايه واحده، تقول ما بين ايه وما بين ايه، يبقى انت كده خدت الفول مارك خلاص. نفس الكلام في الهايند ليم. الهايند ليم كام منطقه؟ الجلوتير ريجون او يسميها بيلفيك ريجون، بعد كده الساي، بعد كده الليج، بعد كده البس، اهم واحده دي. طبعا نفس الكلام يا حبيبي، انا يعني مش هنبع في صوتي ليه يعني؟ يصحش كده. الجلوتيل او البلفيك فيها عظمه اسمها اسكوكسي، عظمه اسمها ايه؟ طب والصاي؟ فالفيمر اهي الصاي، والليج تيبيا والفيبلا. طب والبس زي المينس، طرسس، ميتاتارسس، فلانجيس، سيساموييد بون، نفس الكلام، طرسس، ميتاتارسس، فلانجيس، سيساموييد بون. في مشكلة كده في العظم بتاع الفور وعظم الهين، يبقى سؤال في الفور وسؤال في الهين. ارسم الكربال بون، ارسم الطرسال بون، او اكتب ما تعرف عن الكربال بون، اكتب ما تعرف عن الطرسال بون. فاكرين رسمة الكربال جوينت اللي لسه راسمها؟ والدكتور محمد اداكم الطرسال جوينت اللي هو الايه؟ التيلس وال، خدتوا الكلام ده؟ اعملها لكم؟ اي ايه بس؟ خلاص يا شباب حاضر. نعم ثواني يا شباب. نعم الباتيلا، مالها الباتيلا؟ في عند ريجون. انت رايك ايه؟ تبع الصاي، فيمر عند باتيلا، فيمر عند ايه؟ باتيلا. لو سمحت احنا كنا لسه بنقول دلوقتي ده الريديوس والانلا، ادي عظمه الريديوس وادي عظمه الانلا، وادي الكربال بون، ادي رقم 3 ورقم 2 ورقم 4 خلاص. هنقول هنكتب بقى ايه بقى؟ ذا كاربال بون كونسيست فروم، من 7 ل 8 بون، ارينجد ان تو رو، بروكسيمال رو، ديستال رو. البروكسيمال رو تكتب اساميهم والديستال رو تكتب اساميهم وترسم الرسمه دي. البروكسيمال رو هتيجي قايل سي ار سي اي سي يو وسي اي، ادي البروكسيمال رو، ريديال كاربال بون، انترميديت كاربال بون، انر اكسسوري كاربال بون، ده البروكسيمال رو. الديستال رو مر من 7 ل 8 ليه؟ عشان السي 1 ده ميبي بريزنت او ميبي ايه؟ ابسنت. فيرست بسميها فيرست كاربال بون، سكند كاربال بون، ثيرد كاربال بون، فورث كاربال بون. خلاص كده
كده الكربون خلص مش اكتر من كده. فانت كتبت ان الكربون عدده من 7 ل 8 مترتبين في صفين، بروكسيمال رو 4، الديستال رو من 3 ل 4، وتكتب الاسماء وترسم الرسمه يبقى انت واد 100. طيب امال بقى الايه؟ ده الكربال بون. امال الترسال بون؟ هتقول الترسال بون كونسيست فروم 6 بونز، 6 عضمات بس، الرينجد اون 3 رو، موجوده في كام صف؟ 3. البروكسيمال رو عضمه اسمها تيلس وعضمه اسمها كالكينيوس، دي اسمها تيبيا ودي اسمها ايه؟ فيبولا بقى. تي يعني تيبيا واف يعني ايه؟ فيبولا. البروكسيمال رو كم عضمه؟ تيلس وكالكينيوس. تيلس وايه؟ او تكتب تي تي. تي تي معناها تيبيال ترسل بون. تي تي معناها ايه؟ تيبيال، تيبيا مش عظمه التيبيا وده اسمه ترسل بون؟ انتوا بتنحل ايه؟ تي يعني تيلس او بسميها تي تي، تيبيال ترسل بون. سي كالكينيوس او بسميها ايه؟ تي سي. تي اف فيبولار ترسل بون. تي اف تي اف معناها ايه؟ تي بولار ترسل بون. انت جيت فسحه مره يبقى تي تي معناها ايه؟ تيبيال ترسل بون او تيلس. خلاص؟ تي اف معناها فيبولار ترسل بون او بسميها سي كالكينيوس. اهي يا جماعه تي معناها تيلس، سي معناها كالكينيوس. طيب ده الصف الايه؟ البروكسيمال رو. نعم يا دكتور. مش سامعك والله يا دكتوره. ما حدش شرح الكلام ده، الموجود موجود في الكتاب وده موجود في عملي. طيب يا دكتوره انا كده اشرحه اعمل ايه انا؟ لا نرجع نبني المسكوك. احنا دلوقتي خلاص دلوقتي يا دكتوره هي لو قلت الكلام ده لاي حد يقول لك موجود في الكتاب يا بنت، ما ذكرتوش ليه؟ خلاص؟ وبعدين هو اتشرح في الجوينت المفروض يعني. دكتور محمد المفروض هو بيشرح المفاصل بتاعه الهوك يا شباب. الكلام ده اتقال. عشان اقدر اكمل اقدر اكمل. بدل ما اقعد اقول اسكت يا ولد اسكت يا بنت اشرح معلومه احسن. دكتوره بعد اذنك الكلام ده اتشرح في المفصل بتاعه الهوك جوينت. المفروض في رسمه اتقالت لك في البرزنتيشن التيبيا والفيبولا والكلام ده كله، وقال لك بقى تيبيا الترسل بون انتر ترسل ترسو ميتا ترسل، وشرح الايه الهوك جون او الترسل جون. فدي موجوده انكلودد في المفاصل لكن هي تابعه العظمي. فانا بوريك الدنيا هتيجي ازاي في الامتحانات واوضح لك الامور. فبنقول ادي التيبيا والفيبولا وادي الميتا ترسس وادي الصف الاولاني تي تي معناها تيبيا الترسل بون او تيلس، وتي اف معناها فيبولار ترسل بون او كالكينيوس. يبقى البروكسيمال رو كم عظمه؟ عظمتين. السكند رو او الميدل رو بسميها تي سي. تي سي معناها سنترال ترسل بون. تي سي معناها ايه؟ سنترال ترسل بون. الصف التحتاني المفروض 1 2 3 4 زي الكربون، بس لقينا ان 1 و2 فيوزد. تي 1 زائد تي 2 فيوزد مع بعض في عظمه واحده. يعني الفيرست والسكند مالهم؟ فيوزد مع بعض في عظمه واحده. بعد كده ادي التي 3 وادي التي 4. لو عديت كده 1 2 3 4 5 6، 6 عظمات اهو. يبقى الترسل بون يتكون من 6 عظمات موجوده في البروكسيمال رو والميدل رو والديستال رو. البروكسيمال رو تيلس وكالكينيوس، الميدل رو السنترال ترسل بون، والديستال رو التي 1 وتي 2 اللي هو الفيرست والسكند فيوزد مع بعض في عظمه واحده، والثيرد والفورس. كده احنا خلصنا مع بعض كل ما يتعلق بالعظم يا دكتوره نظري، لكن مش هيجي يشرح الاسكابولا ولا اشرح الهيومرس، الكلام ده كان في العملي خلاص. فالجزء شرح العظم كله كده يخف من عليك الحمل في المذاكره. طيب الحاجه اللي بعد كده المصري، يا ترى لو سمحت يا ترى دلوقتي كل عظمه في الكتاب مشروحه اورجن وانسرشن واكشن وماشيه ازاي وراحه فين وبتعمم مين وبتخالف مين وفوق مين وتحت مين؟ الكلام ده اللي هيجي في الامتحان بالنسبه للمصل الاكشن.
الاكشن. والاكشن والاكشن انا لميته ليك في المحاضره، ومفروض دكتور محمد لمه في المحاضره بتاعته. ازاي؟ اما قلنا مثلا قول مثال الالبو، وانا بشرح الالبو قلنا الالبو ده بيعمل فليكشن واكستنشن. العضلات اللي بتعمل فليكشن، لو قال لك انيموريت ذا فليكسورز اوف البو جوين، هتقول بايسبس براكياي براكياليس كوراكو براكياليس. بايسبس براكياي هي بايسبس براكياي وبراكياليس وكوراكو ايه؟ ثلاثه دول بيعملوا فليكشن. واللي بيعمل اكستنشن اهو ترايسبس براكياي وتنسور فاشيا انتي براكياي وانكونيس. انا لميت العضلات اللي بتشتغل على الشولدر والالبو والكربس والديجيت مع بعض، فاكرين اللي هو الايه الاكسسور كاربي راديالي الاكسسور كاربي اوبليكاس كومن ديجيتال اكستنسور لاترال ديجيتال اكستنسور. الاربعه دول بيعملوا اكستنشن للكربس والديجيت، فالعضلات هتيجي اكشن. يعني هيقول لك انيموريت ذا فليكسورز اوف كاربس اند ديجيت ذا اكستنسورز اوف كاربس اند ديجيت. العضلات بتشتغل على الهيب في فليكسورز واكستنسورز وادكتور وابدكتور، الاستايفل فليكسورز واكستنسور وهكذا. فالكلام ده المفروض ملموم ليك في المحاضرات، انت بقى احفظ الكلام ده خلاص. ده بالنسبه لي المصري. في مشكلة؟ طيب نعم. ذاكرين البرزنتيشن هيبقى اهدى وافضل يعني. اما موضوع الاورجن والانسيرشن يتسأل فيها الدكتور ياسر، انا ما اقدرش اقول جاي او مش جاي خلاص، لكن انا في مخيلتي ما بتجيش. بس مش عايز اقول يا شباب يعني الامتحانات كلها اللي جات ما فيش اورجن وانسيرشن جاي، فانا مش عايز افتي في حاجه لو جت حته تقول لك دكتور سيد قال كذا، يسال فيها الدكتور ياسر رئيس القسم اللي بيدي يحط الامتحان. مالها؟ دي رئيس القسم بتاعي تنسر فشل ترجع وكلس. لو سمحت عايز اخلص لو سمحت. الجوينت الجوينت لو سمحت، انا اجتهدت معاك في المحاضره، مش هعيد طبعا الكلام اللي قلته، ولكن الجوينت تتلم في ثلاث ورقات زي ما علمتك، ورقه للفور دكتور محمد طبعا وانا اجتهدنا. انت كل مفصل عليك لو سمحت بعد اذنك يا شباب يا بنت، كل مفصل سواء في الفور او في الهاين مطلوب منك تكتب فيه التايب، هل هو سيمبل ولا كومباوند. وهنقول مثال الشولدر والباستر دول سيمبل والباقي كله ايه؟ كومباوند. الشولدر بول اند سوكت والباقي كله هينج، ادي كده التايب. بعد كده الارتيكولار سيرفيس السطح التمفصلي بتاع كل مفصل تعرفه، هنقول مثال الشولدر الهيد بتاعت اليومرس جلينود كافيتي اوف سكابلا وهكذا الباقي. بعد كده الموفمنت الشولدر بيعمل كل انواع الحركات، الباقي كله فليكشن واكستنشن. فاضل لك الليجامنت هتحط تحفظها. الشولدر ملوش ليجامنت، الالبو ميديال ولاترال كولاترال ليجامنت، ادي كده اتنين، الباقي شويه حاجات تعرفها. لا 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 احفظ الاسماء بس، احفظ الاسماء بس. هقول دلوقتي دكتور اسمعني بعد اذنك، اخلص بس الحته دي بعد اذنك لو سمحت. فالست مفاصل بتوع الفور لو سمحت يا شباب، ست مفاصل بتوع الفور شولدر والالبو والكربل والفيتلك والباستر والكافن، والثلاثه بتوع الهاين الهيب والاستايفل والهوب، لمهم في جدول وركز جدا جدا على الاستايفل. الاستايفل ده لا يخلو الامتحان بالاستايفل جون، مهم جدا خلاص. بعد ما تعمل الجدول ده للفور والهاين وتحفظه كويس، هيبقى ليك ستي اباريتاس فور وستي اباريتاس ايه هاين بالرسمه بتاعته طبعا خلاص، اللي هي الحاجات اللي بتساعد الحيوان ينام وهو يبقى اقل جهد عضلي. استي اباريتاس فور واستي اباريتاس ايه هاي. بعد كده في حاجه اسمها كاربال كانال وحاجه اسمها فيمورال ايه كانال. ايه الباوندرز وايه اللي بعدي؟ مثلا اللي بيعدي فيه الكاربال كانال السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون، الديب ديجيتال فليكسور تندون، ميديال بالمر ارتر، ميديال بالمر ايه نيرف. اللي بعدي في الفيمورال كانال كل ما هو فيمورال، فيمورال فين، فيمورال ارتري، بس اوعى تقول فيمورال نيرف صافنس والديب انجوينال لينف نود. فيمورال ارتري، فيمورال فين، صافنس نيرف، ديب انجوينال لينف نود خلاص. ديب انجوينال لينف نود
يبقى انت كده لميت الايه؟ لميت المفاصل بتاعه الفور وبتاعه الهاي. لو عملت جدولين كرب الكنال فيمورال الكنال استي ابرتس فور استي ابرتس هاين، اعتقد انت كده هتبقى لميت الدنيا. والهوف برضو الدكتور محمد لمه كويس معاك، مفيش مشاكل فيه، مش عايز اعيد. انت لسه واخده من يومين نعيده؟ طب خليه في الاخر، خليك بقى في الايه، خلينا بس في المهم دلوقتي. اخر 10 دقايق اخش عليكم الهوف خلاص. النرفز بقى لا لا مش هيجي لو سمحت يا شباب. النرفس النرفس سيستم يا نسا يا بنتي خليك معاهم منظر عيون. النرفس في سنتر النرفس سيستم، انا هشرح بس دقيقه بالظبط انترودكشن كده عشان تفهم. في حاجه اسمها سي ان اس سنترال نيرفس سيستم، وحاجه اسمها بريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم البرين المخ يعني والاسباينال كورد، البرين والاسباينال كورد، البرين اللي هو المخ يعني والاسباينال كورد الحبل الايه الشوكي. البريفرال نيرفس سيستم مجموعه الاعصاب اللي خارجه من البرين ومجموعه الاعصاب اللي خارجه من الاسباينال ايه كورد. بيطلع من البرين 12 كرينيال نيرف، 12 كرينيال نيرف. طبعا الاعصاب دي كلها بيرد يعني 12 و12 يمين وشمال بيرد. بيطلع من الاسباينال كورد 42 سباينال نيرف خلاص. اللي علينا الترم ده، اللي علينا الترم ده الجزء اللي تحت السباينال كورد وال42 سباينال نيرف اللي هو النيورولوجي اللي هو اداه لكم مين؟ الدكتور متر بارك الله فيك خلاص. اما البرين وال12 كرينيال نيرف هتاخدهم ان شاء الله الترم الاول سنه ثانيه، اما ربنا يكرمكم وتعدوا سنه اولى خلاص ان شاء الله هتعدوا خلاص. يبقى السباينال كورد وال42 سباينال ايه نيرف. يبقى انا هشرح دلوقتي، هشرح دلوقتي السباينال كورد واشرح السباينال ايه نيرف. السباينال كورد يا شباب، السباينال كورد شقيا انت. سباينال كورد بيمتد من اول فين لحد فين؟ اكستند فروم، اكستند فروم فريمن ماجنم الثقب الكبير في الجمجمه، الاسكال الاسكال بتاعه الحيوان فيها ثقب كبير كده اسمه فريمن ماجنم اهو. ادي الفريمن ماجنم الثقب الكبير اهو، وادي الفرتبرال كولم العمود الفقري سيرفايكال ثوراسيك لامبر ساكرال كودال فيرتبري لازقه مع بعض فتعمل حاجه اسمها فيرتبرال كانال او سباينال كانال. يبقى السباينال كورد بيمشي جوه كانال اسمها سباينال كانال او فيرتبرال كانال. جايه منين؟ الفيرتبري يا شباب مع بعض السيرفايكال مع الثوراسيك مع اللامبر مع الساكرال مع الكودال ماسكه مع بعض فتعمل حاجه اسمها فيرتبرال ايه؟ كالم عمود ايه؟ الفيرتبرال كالم من العمود الفقري. جوه العمود الفقري فيه كنال اسمها فيرتبرال كنال او سباينال كنال. هشرح الجزء ده بالراحه عشان تفهموا. فيرتبرال كنال او سباينال ايه كنال. مين اللي ماشي جوه الكنال ده؟ السباينال كورد الحبل الايه الشوكي. بيمشي من اول فين وينتهي فين؟ بيمتد من اول الفريمن ماجنم الثقب الكبير، فريمن ماجنم الثقب الكبير اللي في الجمجمه، ويمشي السباينال كورد اهوت، يمشي يعدي على السيرفايكال والثوراسيك واللامبر والساكرال، ويجي عند رقم 2 او رقم 3 ساكرال فيرتبري وينتهي. بيجي عند رقم 2 او رقم 3 ساكرال فيرتبري، احنا قلنا ساكرال فيرتبري عددهم كام؟ 5. بيجي عند رقم 2 او رقم 3 ويقف.
يبقى معناه ان السباينال كورد مش موجود في الديل، لان احنا بنعمل دوكنج بنقطع الديل مثلا الكلب كان مات. لكن الكلب لو انت شكته بدبوس في الديل هيحس ولا مش هيحس؟ هيحس طبعا. ازاي؟ ازاي السباينال كورد مش واصل؟ خلاص؟ هنقول والله ادي انا بقول الحته دي عشان ارمي الحاجه. تحرقوا فجأة. عيال صعبة يا عيال في نفس الأولى. طيب نرجع للكلام اللي بقوله تاني. الاسباينال كورد، مش عايز حد يقاطعني في الجزئية دي بعد إذنك. الاسباينال كورد بيمتد من أول الفوريمن ماجنم الثقب الكبير في الجمجمة لحد رقم 2 أو رقم 3 ساكرا الفرتبري. معنى ذلك اللي هو بيمشي جوه كنال اسمها فرتبرال كنال أو سباينال كنال. بيعدى على السيرفايكال فيرتبري 7، الثوراسيك 18، الستة اللمبر، ويجي عند رقم 2 او 3 رقم 3 ساكرا الفيرتبري وايه وينتهي. طول ما هو ماشي، طول ما هو ماشي بيطلع سباينال نيرف. قلنا عددهم كام؟ 42. متقسمين ازاي ال 42؟ طول ما هو ماشي بيدي دورسال برانش فنترال برانش، دورسال برانش فنترال برانش، دورسال برانش وايه وفنترال برانش. يبقى اذا السباينال نيرفز دورسال وايه وفنتر. طول ما هو ماشي دورسال وفنتر، دورسال وفنتر. خلاص؟ يبقى اذا عدد الاسباينال نيرفز كام؟ 42. يبقى نقدر نقسم الاسباينال كورد الى ايه؟ 42 سيجمنت. حاجات موجوده في الكتاب ما كنتش فاهمها. يعني ايه سيجمنت؟ سيجمنت معناها المكان، المكان اللي بيخرج عنده الدورسال برانش والفنترال ايه؟ برانش كده. يبقى اذا دلوقتي الاسباينال كورد اقدر اقسمه الى كام سيجمنت؟ 42 سيجمنت. والسيجمنت ده اللي هو المكان اللي بيخرج عنده الدورسال والفنترال اسباينال نيرف. وهم كام؟ 42 دورسال و 42 ايه؟ فنترال. فالمكان اللي بيخرج مع عنده رقم واحد ده اسمه ايه؟ الفيرست سيجمنت. يبقى اذا الاسباينال نيرفز عددهم 42، وبالتالي اقدر اقسم الاسباينال كورد الى 42 ايه؟ سيجمنت. السيجمنت ده الجزء اللي من الاسباينال كورد اللي عنده بيخرج الدورسال والفنترال اسباينال نيرف. نعم. في منه على اليمين ومنه على الشمال، يعني 42 يمين و 42 دورسال و 42 فنترال. مفيش يمين وشمال، دورسال وفنترال. خلاص شباب كده؟ اتفهمت الحته دي؟ طب ال 42 دول متقسمين ازاي؟ بص معايا. انت طبعا حضرتك كنت حافظ عدد الفرتبري، كنا بنقول سي كام؟ 7. هنخلي سي 8 المره دي معلش. يعني 7 في الفقرات و8 في الاعصاب، والباقي هو هو. يعني هنقول كده سي 7 هنخليها 8 بقى. خلاص؟ يبقى عدد السيرفايكال سباينال نيرفز 8، الفقرات العنقيه 7، لكن الاعصاب العنقيه كام؟ 8. تي 18، تي كام؟ عادي. وال 6 واس كام؟ 5، والكودا 5. لو جمعت دول 8 و 18 كام؟ 26 و6 32 و10 42. يبقى كده عدد السباينال نيرفز 42. قسمناهم ازاي؟ 8 سيرفايكال، 18 ثوراسيك، 6 لمبر، 5 ساكرا، 5 ايه؟ كل. في مشكله كده؟ 8 سيرفايكال و18 ثوراسيك و6 لمبر و5 ساكرال و5 ايه؟ كودل. طيب عرفنا السباينال كورد بيبدا من اول الفريم الماجنم لحد رقم كام؟ شباب ما بتصدقوا يا سنه اولى انتوا. خلاص فبنقول السباينال كورد اكستند فروم فريمن ماجنم لحد رقم 2 او 3 ساكرا الفيرتبري، ماشي جوه كنال اسمها سباينال كنال او فيرتبرال كنال. طول ما هو ماشي بيدي دورسال وفنترال برانشز، المكان
اللي بيخرج منه الفرعين دول اسمهم سيجمنت. فنقسم السباينال كورد الى 42 سيجمنت، وبالتالي عدد السباينال نيرف 42 نيرف، 8 سيرفايكال، 18 ثوراسيك، 6 لمبر، 5 ساكرال، 5 ايه كودر. طيب يبقى لنا ثلاث حاجات، في حاجه اسمها سيرفايكال انلارجمنت، في حاجه اسمها لمبر انلارجمنت، في حاجه اسمها كودا ايكوين. يبقى كم حاجه؟ ثلاث حاجات: سيرفايكال انلارجمنت، لمبر انلارجمنت، كودا ايكوين. يعني ايه؟ لقينا ان رقم احنا كام سيرفايكال؟ 8 اخر 3، يعني رقم كام وكام؟ 6 و7 و8، 6 و7 و8 او 6 و7 و8، لاست 3 سيرفايكال، لاست 3 سيرفايكال، والفيرست 2 لمبر اللي هو 1 وايه؟ و2، يعني سي 6 وسي 7 وسي 8 وتي 1 وتي ايه؟ 2 بيتحدوا مع بعض، والفايبرز والسيلز تكتر في الجزئيه دي وتعمل جزء تخين هنا اسمه سيرفايكال انلارجمنت. سيرفايكال انلارجمنت، السيرفايكال انلارجمنت دي يخرج منها البريكيال بليكسس. البريكيال ايه؟ البريكيال بليكسس اللي راح تغذي مين؟ الفورليم. بكام عصب؟ ب 11 عصب. ربطت لك الدنيا ببعضها، ربطت لك الدنيا ببعضها. يبقى اللاست 3 سيرفايكال اند فيرست 2 ثوراسيك سباينال نيرفز يتحدوا مع بعض، والفايبرز والسيلز تكتر في الجزئيه دي وتعمل حته تخينه اسمها سيرفايكال انلارجمنت، اللي بيخرج منها الضفيره العصبيه بتاعه الفور ليم بريكيال بليكسس. البريكيال بليكسس راح تغذي مين؟ الفور ليم. بكام عصب؟ 11 عصب. مطلوب مننا دلوقتي بعد شويه نقول ال 11 عصب دول اساميهم ايه وكل واحد بيغذي ايه. بس يبقى كده خلصنا الجزئيه دي. نيجي للكلام التاني، نفس الكلام لو سمحت، ما انت لو فهمت التشريح هتحبه وهتذاكره. هي القصه كلها محتاجه بس ايه حد يبسط لك المعلومه ويوصلها لك بالراحه كده. نفس الكلام اللي حصل، اللاست 3 سري... اللاست 3 لمبر، يعني رقم كام وكام؟ هما كام لمبر؟ 6. يبقى ايه؟ ها؟ 4 و5 و6، 4 و5 و6 اللاست 3 لمبر، والفيرست 2 ساكرال، يعني اس 1 واس ايه؟ 2 يتحدوا برضو مع بعض، والسيلز والفايبرز تكتر في الجزئيه دي ويعمل جزء تخين اسمه ها؟ لمبر انلارجمنت. لمبر انلارجمنت، اللمبر انلارجمنت يطلع منه الضفيره العصبيه بتاعت الهايند ليمب، لامبو ساكرال بليكسس، وسميته لامبو ساكرال بليكسس عشان بيشارك فيها اللمبر نير والساكرال نير، دول بثلاثه ودول باثنين، لامبو ساكرال بليكسس. اللامبو ساكرال بليكسس راح تغذي الهايند ليمب بكم عصب؟ بخمس اعصاب. يبقى انا مطلوب مني اعرف الخمسه دول واعرف ال11 كل واحد يغذي. خلاص؟ يبقى سيرفايكال انلارجمنت، لمبر انلارجمنت، السيرفايكال بيطلع منها البريكيال بليكسس راح تغذي الفورليم ب 11 عصب، اللمبر انلارجمنت بيطلع منها اللامبو ساكرال بليكسس راح تغذي الهايند ليمب بخمس اعصاب. بعد كده الدكتور هيسالني سؤال، يا دكتور انت قلت ان السباينال كورد انتهى عند رقم 2 او رقم 3 ساكرال فيرتبري، لكن هو في الحال بيدي 5 ساكرال نيرف وخمسة كودا نيرف، هيديهم ازاي؟ ده السؤال اللي كان عايز اساله. في الحقيقه الجزء الاخير من الاسبانال كورد بيرفع جدا، بسميه بقول عليه تيبرد. تيبرد يعني ايه؟ يرفع قوي، زي ما اكون انا دلوقتي تعالى يا ابني كده، تعالى اقف هنا. اما اجي اسلم على زميلي ده انا ايدي اهي متنيه لانه جاري جنبي، لكن اما اجي اسلم على الولد ده شوف ايدي بتعمل ازاي؟ بتطول. تطول ليه؟ انا عايز الاسبينال كورد يطول على قد ما يقدر عشان يدي الاعصاب الباقيه، لان هو بينتهي، فالجزء الاخير ده بيرفع قوي 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 كده. خلاص هسميه فيلم تيرميناليس، هسميه ايه؟ زي الفتله، يعني زي الفتله. فيلم ايه؟ تيرميناليس. الجزء الرفيع ده ما فيش من اول، هو الجزء الاخير اللاست بارت، بسميه فيلم ترمينال او فيلم ترمينالز. خلاص عند الفيلم ترمينالز بيطلع باقي الاعصاب عشان تغذي الجزء بتاعها كده كده، المنظر ده
فده شكل يدل الحصان ولا لا؟ فاكرين الناس العواجيز ايام زمان يجيبوا المنشه كده وهش الدبان؟ نفس القصه، الديل بتاع الحصان بينتهي الفقره والفقره الاخيره طالع منها شعر. خلاص بسمي المنظر ده كودا اكوين، بسمي المنظر ده ايه؟ كودا اكوين. المنظر ده بسميه كودا اكوين. برضو ليه حصل ده؟ ليه المنظر ده حصل؟ قال لك نرجع للامبريولوجي، علم الاجنه يا شباب. اللي كان بيحصل لو سمحتوا بس عشان الجزئيه دي، ادي الفيرتبرال كولم وادي السبينال كورد. بتتكون السيرفايكال في الجنين وانت في بطن مامتك، السيرفايكال فيرتبري تتكون، يطلع السبينال ايه؟ يطلع السبينال ايه؟ نيرفز اللي هو السيرفايكال اللمبر، وهكذا. يجي في المراحل الاخيره من الحمل اخر 3 شهور بيحصل ان ايكوال جروس، ان ايكوال ايه؟ جروس بتوين فيرتبرال كولم اند سباينال كورد. الفيرتبرال كولم يكمل يعمل الساكرال والكودال، يعمل الساكرال والايه؟ والكودال، والسباينال كورد يقف لحد كده اللي هي الحته دي. امال هيدي الاعصاب ازاي بتاعت الجزئيه دي تطلع كده؟ تطلع من الحتة الأخيرة، الأعصاب كل عصب راح يغذي الجزئية بتاعته، عشان كده سميناها كودا إكوينا ديو تو أن إيكوال جروس، أن إيكوال جروس بتوين فيرتبرال كولم أند سباينال كورد. فهمت؟ حصل أن إيكوال جروس ما بين الفيرتبرال كولم أند إيه؟ سباينال كورد، وبالتالي الجزء الأخير ده يجري منه الأعصاب الأخيرة عشان تغذي الأجزاء بتاعتها، وبالتالي الديل نفسه بتاع الكلب او بتاع الحيوان ما فيهوش سباينال كورد، لكن بيحس لو انت عملت فيه دبوس هيحس. ليه؟ عشان بيجي له اعصاب بيغذيه، لكن في الحقيقه ما فيش سباينال كورد، لكن في سباينال نيرفز، في سباينال ايه؟ نيرفز. اتفهمت سيرفايكال انلارجمنت، اتفهمت لامبر انلارجمنت، اتفهمت الكودا اكوينا، يبقى لنا المننجيس والتيبيكال سباينال نيرف. يعني ايه المننجيس؟ المننجيس اللي هي السحايا، اللي هي الأغشية. ربنا عز وجل يا شباب، ربنا بيحمي البرين وبيحمي السباينال كورد بحاجة اسمها مننجيس، هسميها سباينال مننجيس. السباينال مننجيس في حاجة اسمها ديورا ماتر، الكلام ده خدتوه في الهيستولوجي؟ انا عارف كل حاجه. الديوره مطر بس يا ابني بقى، انا لو سمعت كلام تاني هعتذر منكم وامشي بجد، عشان انا تعبت وامان. الديوره مطر تحت العظم على طول، يعني البرين تحت الاسكال الديوره مطر، السباينال كورد تحت الفيرتبرال الفيرتبري الديوره مطر. فالديوره مطر حتى بيسميها الام الايه؟ الجافيه، الام الايه؟ الجافيه، ديوره مطر. بعد كده في حاجه اسمها اراكنويد اللي هي ايه؟ العنكبوتيه. بعد كده البايا مطر الام الحنون. ليه سميتها الام الحنون؟ لان هي دايركتلي كلوز او كفر ذا سباينال كورد. مكتوب كلمتين على كل واحده في الكتاب، يبقى اقراهم سهلين مفيش مشاكل عشان ما نضيعش وقت. ديورا مطر وبايا مطر وايه؟ واراكنويد. ممكن يقول لك انومريت ذا سباينال مننجيس، سؤال سهل بسيط، هتقول ديورا مطر واراكنويد وبايا ايه؟ وبايا مطر. طيب برضه خدته في الهيستو موضوع الايه؟ الرسمه بتاعت التيبيكال سبان نيرف، حرف الاتش، حرف الاتش. انتوا كلكم عارفين ان في حاجه اسمها ايه؟ جراي ماتر وايت ايه؟ وايت ماتر. المنظر ده طبعا الحرف الاتش ده اللي هو الجراي ايه؟ ماتر، وده الوايت ايه؟ ماتر. بيطلع من هنا ايه؟ نيرف، وبيطلع من هنا ايه؟ نيرف. النيرف اللي طالع من فوق سنسوري ولا موتور؟ واللي تحت؟ يبقى ده سنسوري وده ايه؟ موتور. وبالتالي الاعصاب بتاعه المخ مثلا، سمحت يا شباب، اعصاب المخ ما تاخدها ان شاء الله السنه الجايه، هيقول لك في اعصاب بيور سنسوري يعني حسيه بس، زي بتاع الشم مثلا الفاكتوري بتاع النظر اوبتيك. في اعصاب موتور يعني زي عضلات اللسان بتتغذى بنيرف اسمه هايبوجلوسال، مش عايزين نوجع دماغكم بالكلام ده. فالاعصاب بتاعه المخ
ثلاث انواع: بيور سنسوري، بيور موتور، او ميكسي. لكن في الحقيقه الاعصاب كلها بتاعه الاسبانال كورد كلها ميكسي. كلها ايه؟ يعني ميكسد. كلمه ميكسد معناها فورمد باي، فورمد باي سنسوري اند موتور روت. يعني في جزء سنسوري وجزء ايه موتور يتحدوا مع بعض اهوت، يبقى ده ميكسد. يبقى ده ايه؟ ميكسد. ده اسمه التيبيكال سبانال نيرف. اما يجي هنا بيطلع لفوق، ممكن يغذي عضلات، هسميه ايه؟ ها؟ يبقى ده موتور، او يغذي سكن يبقى سنسوري. خلاص؟ لو بيغذي سكن هسميه كيوتينيوس، لو بيغذي عضلات هسميه ايه؟ ماسكولار. ونفس الكلام يبقى ده دورسال برايمري برانش، واللي تحت فنترال برايمري برانش ايضا ممكن يغذي سكن هسميه كيوتينيوس او ماسكولار، يغذي عضلات. فالموضوع بسيط وسهل كده. احنا خلصنا النيرفس سيستم اللي هو الجزء الاولاني. خلاص؟ ايوه والله، في ايه عايز غير كده؟ الاسئله اللي بتيجي: سيرفايكال انلارجمنت لها تعريف، لامبر انلارجمنت لها تعريف، عدد السباينال نيرف هتقول 42 متقسمين ازاي، كودا اكوينا يعني ايه، المننجيس، والتيبيكال سباينال نيرف. الرسمه دي بتيجي في الامتحان كل سنه. الرسمه هتقول لي مكلكعه. لا مش مكلكعه. يا دكتوره الرسمه دي صغيره، الرسمه دي هي بتاعتها الكبيره بتاعتها. انت لو فاهم دي هتفهم دي. هو المنظر ده مش ده حرف الاتش؟ الاسود ده الجري مطر، والابيض وايت ايه؟ مطر. واللي فوق يا دكتوره سنسور، واللي تحت موتور يتحدوا على وضع مين؟ ميكسد. الميكسد ده اما جه هو بيعدي على جنجليا. جنجليا دي زي محطه البنزين كده، انا ماشي بالعربيه فاضيه بموت. النيرف هو معدي، بيعدي على جنجليا مقويات اعصاب، بعد كده بيتفرع لماسكولار وكيوتينيوس وزي ما مكتوب. موضوع سهل وبسيط. طيب امال البريكيال بليكسس واللامبوساكرال بليكسس ايه اللي علينا؟ بص معايا، يا شباب انت ما انتش متخيل يعني ايه في قاعده واحده بنخلص منهج التشريح اللي بتاخد طول السنه. فارهاق عليا وعليك، عشان كده نقول نهدى عشان ما نبذلش جهد اكتر من اللازم. البريكيال بليكسس البريكيال بليكسس بيجي في الامتحان دايما ثلاث انواع من الاسئله في البريكيال بليكسس. هيقول لك السؤال الاولاني ده اكيد جاي فورميشن اوف بريكيال بليكسس او فورميشن اوف لامبوساكرال بليكسس. فورميشن اللي هو التكوين، بيتكون ازاي يا ترى؟ هتقول ذا بريكيال بليكسس فورمد باي يونيون اوف، سهل الكلمتين دول، بريكيال بليكسس فورمد باي يونيون اوف، يا ترى الدورسال برانش ولا الفنترال برانش؟ الفنترال برانش. انا كنت شغال كله على تحت ولا لا؟ يبقى فورمد باي يونيون اوف فنترال برانشز اوف لاست 3 لمبر اند فيرست 2 ساكرال سباينال نيرف. بس هو ده التعريف. يبقى اتس فورمد باي يونيون اوف فنترال برانشز اوف لاست 3 لمبر اند ايه؟ لاست 3 سيرفايكال، لاست 3 سيرفايكال اند فيرست 2 ايه؟ لاست 3 سيرفايكال اند فيرست 2 ثوراسيك سباينال نيرفز. ده التعريف بتاعها. يا ترى كم عصب؟ كم عصب النيرفز دول؟ كم عصب؟ 11. ال 11 دول متقسمين 2 اس، 2 بيبدأ بحرف الايه؟ سوبرا سكابولار وساب سكابولار. سوبرا سكابولار وساب سكابولار، تعرف كل واحد بيغذي ايه؟ عضله واحده كفايه او عضلتين. سوبرا سكابولار وساب ايه؟ سكابولار. بعد كده 2 ام ماسكولو كيوتينيوس وايه؟ وميديا. وتحط مربع تحت ميديا، ده تحفظ زي اسمك جاي في الامتحان. هقول لك اكتب ما تعرف عن الميديا نيرف، هتكتب الجدول اللي عندك بيتفرع لايه وكل واحد بيغذي ميديا. بعد كده اربعه ثراسك، الاربعه ثراسك دول فيه لونج ثراسك، لاترال ثراسك، لونج ثراسك، وكرينيال ثراسك اللي هو البيكتور. كرينيال ثراسك اللي هو الايه؟ دورسال ثراسك. خلاص؟ دورسال ثراسك
ولاترال ثراسك ودول شفتهم على الايه لاتسمس دورساي. واللونجو ثراسك ما شفتوش بيغذي عضله اسمها سيريتاس فنتراليز ماسل. والكرينيال ثراسك اللي هي البيكتور. يبقى اربعه ثراسك: دورسال ثراسك، لاترال ثراسك، لونجو ثراسك، كرينيال ثراسك اللي هي البيكتور. بعد كده عندنا في حاجه اسمها يو ار اي، يارا. مش عارفين الدكتور اسمها يارا؟ اندر ريديال اكزيلر. بحاول اسهل لك الاسماء. 2 اس سوبرا سكابولا وسب سكابولا، كل واحد بيغذي عضله من دول. 2 ام ماسكولوكوتينيوس وميديان، واهم واحد الميديان جه في الامتحان ميديان ده. بعد كده اربعه ثراسك: دورسال ثراسك، ولاترال ثراسك، ولونجو ثراسك، وكرينيال ثراسك او البيكتورال بيغذي البيكتورال ماسل، و يو ار اي انر ريديال اكزيلر. عايزك تركز على الريديال وعلى الانر وعلى الميديان كشرح. خلاص؟ ليه؟ الريديال ده بيغذي مجموعة على بعضها. الريديال نيرف ده بيغذي مجموعة مين؟ الاكستنسور بتاعت مين؟ الكاربس اندجيت. بيغذي مجموعة مين؟ اللي هي مين الاكستنسورز؟ اكستنسور كاربي راديال، اكستنسور كاربي اوبليكا، كومنتيشنال اكستنسور، الاسود ديجيتال ايه؟ والانرز. الله ينور عليك. يبقى الريديال ده بيغذي مجموعة مين؟ امال الالنر والميديان الاثنين دول بيتقاسموا مع بعض في مجموعه الايه؟ الفليكسورز. لان الفليكسورز كما كذا هيد بقى والدنيا دي كلها. فالفكره اللي عايزك تعرفها ان انت تعرف البريكيال بليكسس بتتكون ازاي، اتحاد اللاست 3 سيرفايكال اند فيرست 2 ايه؟ ثوراسيك. اللاست 3 سيرفايكال اند فيرست 2 ايه؟ ثوراسيك. بس طبعا الفنترال برانشز اوف اتس فورمد باي، اتس فورمد باي يونيون اوف فنترال برانشز اوف لاست 3 سيرفايكال اند فيرست 2 ثوراسيك. تخيل التعريف ده عليه درجتين. ال 11 نيرف تحفظهم وكل واحد بيغذي عضله او اثنين. خلاص؟ الموضوع بسيط بس ركز قوي 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 على الميديان. الميديان نيرف ده موجود في الكتاب، في جدول ميديان بالمر ولاترال بالمر، كل واحد بيدي فروع، كل واحد بيغذي ايه؟ احفظ كشرح. المهم يحفظ الميديان زي اسمه. طبعا الكلام ده مش محتاج شرح، ده محتاج حفظ. طالما فهمت روح احفظ بقى. لا هنتكلم في الرسومات في الاخر. لا زي ما قلنا، لو سمحت يا شباب، زي ما قلنا البريكيال بليكسس هنقول برضو اللامبو ساكرا ليه بليكسس. اللامبو ساكرا البليكسس لو سمحت. انا بحبك والله يا شباب. اللامبو ساكرا البليكسس نفس التعريف: It is formed by union of ventral branches of last three lumbar and first two a sacral spinal nerve. سهلة. It is formed by union of ventral branches of last three lumbar and first two a sacral spinal nerve. يا ترى كم واحد؟ خمسة. كرينيال جلوتيال والكودال جلوتيال، كرينيال والكودال جلوتيال، ودول بيغذوا عضلة أو اتنين، سهل مفيش مشاكل فيها. خلاص. والأوبتيوريتور بقى تعرف بيغذي عضلة أو اتنين. السافينس، الفيمورال هو والسياتي. طبعا لا يخلو الامتحان، السؤال ده عليه خمس درجات: لا الميديان لا السياتي. بالاخر النيرف ده اسمه سياتيك او اسكياتيك او جريتر اسكياتيك، كله صح. خلاص. لا يخلو الامتحان من الميديان نيرف او السياتيك نيرف، مفيش نقاش لا ده لا ده. وعليه خمس درجات السؤال ده، لابد يجي في الامتحان الميديان نيرف او السياتيك او الاسكياتيك نيرف. خلاص. تحفظ زي اسمك، احفظ الباقي بس ده اهم واحد. طيب الفيمورال، الفيمورال بيغذي شويه عضلات، وبعد ما يغذي شويه عضلات بيطلع منه فرع واحد اسمه سافينس، والسافينس ده يغذي شويه عضلات. لابد تبقى عارف الفيمورال بيغذي ايه، لان ممكن اقول لك اشرح الفيمورال، هتقول الفيمورال نيرف
سبلاي كذا وكذا وكذا اند جيف سفرس نيرف ويتش ايه سبلاي كذا وكذا. السياتيك تعرف اللي بيتفرع لكام فرع؟ ثلاثة. لو سمحت بروكسيمال ماسكولار برانش اللي هو رامس بروكسيمالي. رامس ايه؟ وطول بيغذي ايه؟ بروكسيمال ماسكولار برانش او رامس بروكسيمالي. بعد كده الفيبولار، والفيبولار ده عامل زي الريديال بيغذي مجموعه الاكستنسورز. الفيبولار عامل زي مين؟ الريديال بتاع الفور. الريديال بيغذي ايه؟ مجموعه الاكستنسورز. كذلك الفيبولار يغذي مجموعه الايه؟ الاكستنسورز. اعرفها بقى ايه؟ اللونج ديجيتال اكستنسور واللاترال ديجيتال اكستنسور والشورت ديجيتال اكستنسور، مجموعه الاكستنسورز. خلاص؟ بعد كده تيبيال. التيبيال ده بيغذي مجموعه الفليكسورز. سوبرفيشال ديجيتال فليكسور والديب ديجيتال فليكسور والهالوزس لونجس واللونج ديجيتال فليكسور، بيغذي مجموعه الايه؟ الفليكسورز. وبيطلع منه ديستال ماسكولار برانش او رامس ديستالز او رامس ايه؟ ديستالز. في مشكله؟ خلاص شباب؟ يبقى اذا دلوقتي النيرفس ثلاث اجزاء، السباينال كورد والسباينال نيرف جود شرحناه، والبريكال بليكسس واللامبوساكرال بليكسس، فثلاث اجزاء هو ده النيرفس سيستم. الارترز في الفور ليج والهايند ليج. الارترز دايما بتيجي انيموريت، يعني في ثلاثة أسئلة في الفور وثلاث أسئلة في الهايل، لابد يجي واحد فور ويجي واحد هايل. خلاص؟ هنا اكسلر ارتري، بريكيال ارتري، ميديان ارتري. لابد تبقى عارف الاكسلري والبريكيال والميديان. الاكسلري هم اتنين كبار، سوبرا سكابلر وصاب ايه؟ سكابلر. سوبرا سكابلر، سوبرا سكابولر وصاب، وكل واحد بيغذي مجموعه عضلات. بس الصاب سكابولر ده بيطلع منه حاجات. سوبرا سكابولر وصاب سكابولر، الصاب سكابولر بيطلع منه ايه؟ ها؟ ابن الكودل دورسال سوراسي. دورسال سوراسي راح يغذي اللاتسمس دورساي. بعد كده كودل سيركم فليكس يومرال، كودل سيركم فليكس هيومرا. بعد كده سيركم فليكس اسكابلر. السيركم فليكس اسكابلر ده بيطلع منه ارتريك مهم جدا رايح يدخل جوه النيوترنت فريمن اوف ذا سكابولا. بص يا شباب، اي عظمه في الدنيا فيها خرم تغذيه اسمه نيوترنت فريم، اسمه نيوترنت ايه؟ بيدخل جوه النيوترنت فريمن ارتري، ياخد نفس الاسم، اسمه نيوترنت ارتري اوف سكابولا، نيوترنت ارتري اوف يومرس، نيوترنت ارتري اوف فيمر، وهكذا. فبيطلع من السيركم فليكس سكابولر نيوترنت ارتري، نيوترنت ارتري اوف سكابولر. كده خلصنا الاكسلر. سوبرا سكابولر يغذي شويه عضلات، ساب سكابولر يغذي شويه عضلات، وبيطلع منه دورسال ثراسيك وكودال سيركم فليكس يومرال وسيركم فليكس ايه؟ سكابولر. ده ركز مع ده عشان يعمل حاجه دلوقتي. امال البريكيال بيدي سبعه، ويعني بيجي كتير قوي في الامتحان بريكيال ده. البريكيال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أول واحد مين؟ ها؟ في واحد يقابل الكودال سيركم فليكس يومرال اسمه كرينيال سيركم فليكس يومرال، والكرينيال والكودال سيركم فليكس يومرال بيقابلوا بعض كده ويعملوا أناستيموزيس. يعني إيه أناستيموزيس؟ يتحدوا مع بعض خلاص ويغذوا الشولدر جوينت. ويغذوا مين؟ الشولدر جوينت. طيب كرينيال سيركم فليكس يومر. بعد كده ديب بريكيال، ديب بريكيال ركز على ده. بعد كده في باي ايه؟ باي سيبتال. بعد كده في نيوترنت ارتري اوف يومرس. خدتوش في العمل نيوترنت؟ انا حاولت قلت حاجه خدتوه في النظري. انت واخدني ليه؟ بعد كده في ايه؟ ترانس بيرسيك يوبيتر كولاترال ارنر.
بعد كده الترانس فيرس ايه؟ كيلومتر. بعد كده الكومن انتر اوس. دول سبعه. كرينيال سيركمفليكس يومرال، دي بريكيال، بايسيبيتال، نيوترنت ارتري اوف يومرس، بيدخل جوه النيوترنت فريم بتاع اليومرس، خرم التغذيه. بعد كده الكولاترال انر والترانسفيرس كيوبيتال والكومن انتر اوسس. دي مناسبه الكولاترال انر هو والميديان، الاثنين دول بيغذوا مجموعه الفليكسورز. ما زي ما في نيرف اسمه انر نيرف والميديان نيرف بيغذي مجموعه الفليكسور كنيرف، في ارتري اسمه كولاترال انر ارتري والميديان ارتري بيغذوا ايضا مجموعه الايه الفليكسورز. والترانسفيرس كيوبيتال، ترانسفيرس كيوبيتال عامل زي الريديان، الريديال ده نيرف لكن الترانسفيرس كيوبيتال ده ايه ارتري. الاثنين دول بيغذي مجموعه الايه يا جماعه انت تحفظ امتى؟ لو فهمت، لو بقيت فاهم الدنيا هتبقى سهله. خلاص نقول تاني الحته دي، نقولها تاني. الريديال نيرف، الريديال نيرف كنيرف، كنيرف عصب بيغذي مجموعه الايه الاكستنسورز، يسويه كارتري الترانسفيرس كيوبيتال. يبقى الريديال نيرف والترانسفيرس كيوبيتال ده نيرف لكن ده ارتري، الاثنين دول بيغذي مجموعه الايه الاكستنسورز. الانر نيرف والميديال نيرف بيغذي مجموعه الفليكسورز، يسويهم الايه الكولاترال انر ارتري والميديان ارتري يغذي مجموعه الفليكسورز. فاهمين حاجه؟ ميديان ارتري فاهمين؟ طيب ميديان ارتري ما انا بقول يا دكتوره انر نيرف والميديان نيرف بيغذي مجموعه الايه الفليكسورز. طيب الكولاترال انر ارتري والميديان ارتري بيغذي برضه مجموعه الفليكسور، بس ده نيرف وده ارتري. الريديان نيرف بيغذي مجموعه الاكستنسور بس ده نيرف. الترانسفيرس كيوبيتال بيغذي مجموعه الاكستنسور كارتري. طيب الكومن انتر اوسس بيتفرع لكام فرع؟ ها كرينيال انتر اوسيس وكودال انتر اوسيس، واهم واحد مين؟ ريكارنت انتر اوسيس. ايه ريكارنت ده؟ فاكر لف ورجع تاني؟ هو ده لف ورجع تاني. ريكارنت انتر اوسيس فرع بيلف ويرجع تاني لفوق اسمه ريكارنت انتر اوسيس. بص بقى انا هعمل كده، الثلاثه دول اللي هو الديب بريكيال، الديب بريكيال على فكره بيطلع منه حاجه اسمها كولاترال، كولاترال ايه ريديال. الفرع ده الكولاترال ريديال ده اللي طالع من الديب بريكيال يتحد مع الترانسفيرس كيوبيتال ويتحد مع الريكارنت انتر اوسيس ويعملوا شبكه، يعملوا ايه نيتورك. نيتورك يعني ايه؟ شبكه حوالين الالبو جوينت، حوالين الايه ويغذوه. الشبكه دي اسمها ريتي ارتكيولي كيو بي تي. اقسم بالله ما سمعتوها؟ طب يحلفوا بالله والله انا زعلان، دي جايه في الامتحان والله بتكلم بجد، موجوده في الكتاب والله. ايوه ايه هرج مش خلاص. ايه الريتي ارتكولي كيو بي تي؟ موجوده ولا لا؟ هات يا دكتوره وريها لي، طلعها لي يا ابني. سامع ريدة ارتكليكم دي؟ تعقدوا ماشي. نعم تعقدوا ماشي خلاص. يلا يا شباب يا شباب، الريتي، الريتي كلمة ريتي يعني نيتورك. خلاص ريتي معناه ايه؟ نيتورك، شبكة يعني. وكلمة كيوبيتال، كيوبيتال كيو بي تي جاي من كيوبيتال جوينت اللي هو الالبو جوينت. خلاص هنقولها. فكلمة ريتي ارتكلي كيو بي تي اتز A network formed by union of، موجود لقيتوها في الكتاب؟ لا اه موجود. وريها لي كده صفحة كام؟ هات يا ابني وريني. صفحة 70 يا شباب. Thank you.
يبقى الريدي صفحه 70، صفحه 70 اخر سطر خالص. الريتي ارتكلي كيو بي تي لو سمحت، المعلومه موجوده بس ايه يعني اهم حاجه تفهمها جيد. هي كل حاجه موجوده بس اهم حاجه تذاكر. خلاص موجوده والله. الريتي ارتكلي كيو بي تي عباره عن نتورك، شبكه نتورك فورمد باي يونيون اوف واحد كولاترال راديال اوف دي بريكر. الكولاترال راديال اللي طالع من الدي بريكر. اثنين ترانسفيرس كيوبيتال. ترانسفيرس ايه؟ كيوبيتال. رقم ثلاثه ريكارنت انتر اوسيس. تو سبلاي عشان يغذي ذا البو جوينت. يبقى تسأل نتورك الراوند، معلش نحط الحته دي الراوند ذا البو جوينت. نتورك حوالين الالبو ايه؟ جوينت. تسأل نتورك الراوند ذا البو جوينت فورمد باي يونيون اوف كولاترال ريديال اللي طالع من الديب بريكيال الترانسفيرس كيوبيتال الريكارنت انتر اوسياس اللي طالع من الكومن انتر اوسياس. كل دول بيتحدوا مع بعض ويعملوا شبكه حوالين الالبو جوينت عشان يغذوه. هذه الشبكه بنسميها ريتي ارتكولي كيو بي تي. خلاص امتحان التشريح يوم كام؟ يوم الحد الجاي؟ لو سمحت والميديا خلاص الحاجات دي التانية ممكن تذاكروها انتوا بقى. بصوا يا شباب الميديان ارتري، الميديان بيدي حاجه اسمها ايه؟ بروكسيمال ريديال وريديال. بروكسيمال ريديال، بروكسيمال ريديال وريديال. بيدي ماسكولار وبينقسم لميديال بالمر ولاترال ايه؟ ولاترال بالمر. بروكسيمال ريديال وريديال وماسكولار وميديال بالمر ولاترال ايه؟ ولاترال بالمر. كلكم عارفين من خلال العملي ان الميديال بالمر ده اما بيجي عند الديجيت هسميه ميديال بالمر ايه؟ ديجيتال او بروبر او بروبر. خلاص؟ الميديال بالمر هسميه ميديال بالمر ايه؟ ديجيتال. الميديال بالمر، الميديال بالمر بيكمل تحت هسميه كومون ديجيتال ارتري. بيكمل تحت في اللي عند الديجيت هسميه ايه؟ كومون ديجيتال ارتري. الميديال بالمر ده هنسميه كومون ديجيتال ارتري. ده اللي بيطلع منه ثلاث حاجات: ارتري للفيرست فالنكس، ارتري اوف فيرست فالنكس، وارتري للسكند فالنكس، وارتري للديجيتال كاشن. يعني ايه ديجيتال كاشن؟ خدتوها في الهوف. الديجيتال كاشن ده دي جهاز ربنا خلقه جوه الهوف عشان يمتص الصدمات. تلاقي الحصان بيطلع لفوق في الحواجز كده وينط ويصطدم بالارض. طبعا في حاجات بتمتص صدمات في الهوف، ثلاث حاجات او اربع حاجات بسميها. ها خدتوها في المحاضره اسمها ايه؟ 3 كونكشن ابزوربنج ميكانيزم. انتوا حتى الهوف ابيض ابقى اشرحها في الاخر، اشرحها في الاخر. من ضمن الحاجات اللي بتمتص الصدمات حاجه اسمها ديجيتال ايه؟ حاجه اسمها ديجيتال كشن. حاجه اسمها ديجيتال ايه؟ كشن. خلاص احنا يبقى لنا هنختار حاجه من اتنين: ننشع الهوف، ننشع الارض بتاعه الهاي. ها الهوف ماشي، اشع الاتنين.
ايوه خدنا. انا محتاج بس حاجه واحده بس، اما ربنا يكرمكم ان شاء الله تدعوا لي دعوه حلوه. طيب الاكسترنال ايليك بقى، الاكسترنال ايليك ارتي يا شباب، بيدي كان فرع خدنا اتنين في العملي وفي واحد ما شفناهوش في العمل. الاكسترنال ايليك ارتري بيدي واحد اسمه ايه؟ بص ديب، وده اسمه ديب برضه. ديب سيركمفليكس ايليك، وفي واحد اسمه ديب ايه؟ فيمورا. وركز على ده قوي، بيدي في الامتحان لوحده كده. تخيل ممكن يجي الواحد يشرح الديب فيمورا كده. اقول لك دلوقتي اشرحه ازاي. ديب سيركمفليكس ايليك وديب ايه؟ فيمورال. سهل طبعا يا جماعه، اما تروح البيت تحفظ كل واحد بيغذى عضله او اثنين. ده مش هقعد احفظك كده هنا، ده دورك انت في البيت. خلاص الديب سيركمفليكس ايليك والديب فيمورال الكلام ده شفناه في العمل. لكن في الحقيقه الفرع الثاني لو كان ميل او كان فيميل، في الحقيقه لو كان الحمار اللي بشرحه ده ذكر، هسمي الارتري ده كريماستريك ارتري. كريماستريك ارتري ايه؟ كريماستريك ده التستس، التستس اللي هي الخصيه، خليك معايا يا دكتور، التستس اللي هي الخصيه ماسك فيها عضله اسمها كريماستريك مصر. اسمها ايه؟ كريماستريك مصر. فهيجي ارتري يغذي العضله دي هسميها، هسمي الارتري ده كريماستريك ارتري. كريماستريك ايه؟ ارتري. ده لو كان ميل. لو كان الرجل اللي بشرحها دي جايه من فيميل انثى، هسمي الارتر ده ميدل يوتراين ارتري. في حاجه اسمها يوترس اللي هو الرحم، اليوترس ده بيتغذى بكرينيال وميدل وكودا اليوتراين ارتري. اللي بيطلع ده اسمه ميدل يوتراين ارتري. يبقى انا خلصت كده الاكسترنال ايلياك ارتري، بس يبقى لنا الديب فيمورال. ديب سيركمفليكس ايلياك، كريماستر في الميل، ميدل يوتراين في الفيميل، والديب فيمورال ارتري. في الحقيقه الديب فيمورال ده ان شاء الله، بص ايديها بتعمل ازاي. الديب فيمورال، الديب فيمورال يا شباب بينقسم لايه؟ بينقسم لايه؟ ها؟ لميديال سيركمفليكس فيمورال، وحاجه اسمها بودندو ايبيجاستريك ترانك. وكلمة ترانك في التشريح معناها ان الارتري ده هيتفرح تاني، طالما قلت ترانك كده خلاص. بودندو ايبيجاستريك ترانك. البودندو ايبيجاستريك ترانك هنقسمه الى كلمتين، بودندو وايبيجاستريك. ها متقسم ليه عندكم في الكتاب؟ اكسترنال بودندا ارتري، وايه تاني؟ ها كودال، ها ايبيجاستريك ارتري. الكودال ايبيجاستريك ارتري هيغذي العضله دي اسمها ريكتس ابدومينيز ماسل، عضله في البطن هتاخدها الترم الجاي، اسمها ريكتس ابدومينيز ماسل، العضله المستقيمه البطنيه، ريكتس ابدومينيز ماسل. ده الايه؟ الكودال ايبيجاستريك ارتري. طالما في كودال يبقى في كرينيال، هتاخده الترم الجاي كودال ايبيجاستريك ارتري. امال بودندو اكسترنال بودندل فرع ليه؟ ها اكسترنال بودندل في ميل وفي فيميل. لو كان فيميل هيدي كرينيال وكودال ماماري ارتري، غزل الماماري جلاند اللي هو ايه؟ الثدي، او بسمي في الحيوان اسمه الضرع. خلاص كرينيال وكودال ماماري ارتري، كرينيال وكودال ماماري ارتري، ده يغزل الماماري جلاند. الماماري جلاند اللي هو الايه؟ الايه؟ الثدي او الضرع. بالنسبه للميل، ها الميل ارتري اوف ذا بينس، بيغذي ارتري للقضيب او العضو الذكر او عضو الزواج في الايه؟ الايه؟ الميل ارتري اوف ذا بينس. خلاص ده كان مين؟ الديب فيمورال ارتري. بعد كده الفيمورال، بعد ما الاكسترنال ايلياك، ممكن يقول لك ايه الاسئله بتيجي في الامتحان؟ ذا اكسترنال ايلياك ارتري، ذا اكسترنال ايلياك ارتري كونتينيو از، كونتينيو از فيمورال ارتري افتر جيفنج اوف الديب فيمورال.
يعني عايز اقول ان الاكسترنال ايليك ارتر اتغير اسمه الى فيمورال بعد خروج مين؟ اخر واحد شرحته ليه؟ الديب فيمورال. فاهمين حاجه؟ طيب زي الاكسيلر ارتري كونتينيو از بريكيال افتر جيفنج اوف سب سكابولر سب ايه؟ البريكيال كونتينيو از ميديان افتر جيفنج اوف كومن انتر اوسيس وهكذا. يعني اخر فرع اللي مفصل ما بين الايه الفرع الكبير والفرع الكبير. حاسس مش فاهمين حاجه. طيب الفيمورال ارتري ما هو بعد خروج الديف فيمورال يبقى اسمه فيمورال. الفيمورال يا شباب بيدي ايه؟ عارفين؟ كرينيال فيمورال كرينيال فيمورال واخر واحد كودا الفيمورال. يبقى انت بدات بكرينيال فيمورال وانتهيت بكودا الفيمورال. كرينيال فيمورال وانتهيت بايه؟ ايه اللي بينهم؟ ايه اللي بينهم في الحقيقه؟ فيه كذا حاجه. صافي نص في ماسكولار في نيوترال ارتري نيوترال ارتري وفي مر الكلام ده خدتوه في النظم مش في العملي. نيوترال ارتري وفي فيمر واهم واحد الديسندنج جينيكولار ارتري. الديسندنج جينيكولار ارتري هيغذي الاستايف الجو. يبقى بدانا بالكرينيال فيمورال وانتهينا بكل الايه فيمورال. ايه بينهم؟ اربعه في صافي نص في ماسكولار في ديسيندنج جينيكولا في نيوترال ارتر وفي زفيمر. كل دي فروع لايه؟ الفيمورال ارتر. كل واحد راح يغذي حاجه معينه. بعد كده يبقى لنا مين؟ البوبليتيا. برضه السؤال ذا بوبليتيا الارتري كونسيدرد از يعتبر السؤال بطريقه ثانيه ذا دايركت كونتينيويشن اوف نقط فيمورال ارتر افتر جيفنج اوف نقط كودا الفيمورال. فاهمين يا جماعه اللي بيقولوا؟ طيب البوبليتيا بيدي كرينيال تيبيال وكودا ليه؟ تيبيال مكتوب عندك في الكتاب. كل واحد بيدي فروع اسمها ايه وبغذي ايه؟ كلام سهل ما فيش مشاكل فيه. خلاص؟ لكن الكرينيال فيمورال عايز ايه يا دكتوره؟ ها؟ كرينيال تيبيال وايه؟ كرينيال تيبيال وكودا ليه؟ تيبيال. شوف تليفون مين ده؟ الكرينيال تيبيال بتغير اسمه. خلاص كنسلي. الكرينيال تيبيال بتغير اسمه اما يجي هنا عند الهوك جوين الى ايه؟ دورسال بيدل وبعد كده لما يجي على الميتاتارسس اسميه لاترال دورسال ميتاتارسال ارتري. بعد كده يتقسم ليه ميديال ولاترال ايه بلانتر ارتري وده يتقسم ليه الميديال واللاترال ماليولار ارتري. كل ده كلام انت عارفه يبقى ان انت تحفظ بس الكلام ده. يا شباب الجزء اللي تحت ده بتاع المينس والبس الدكتور ياسر يعني ايه بيعرف اللي هو صعب عليكم فاكيد بلا شك مش هيركز عليه بس انت ايه لابد تقراه. ركز بس على لو سمحت ركز على الاكسترنال ايليك والفيمورال ركز على الاكسيلري والايه والبريك. الهوف بيجي فيه خمس اسئله او خمس انواع من الاسئله. فكروني بس يا جماعه نقسم المنهج الذاكر ازاي. يعني اول يوم اذاكر ايه؟ ثاني يوم اذاكر ايه؟ ثالث يوم عشان عندكم كمبيوتر واخر يوم اراجع. يعني عايز اقول ايه؟ اسمعني يا شباب الهوف ينقسم لول سول وفروج. قبل ما اقول وول وسول وفروج ممكن يجي سؤال انيموريت ذا سكيلتون اوف هوف. سؤال اهو سكيلتون بتاع الهوف تقول لي ما خدناهاش ما نعرفهاش. ايه يعني ايه سكيلتون بتاع الهوف؟ يعني ايه العظم؟
اللي مستخبي جوه الهوف. ها واحد قال لي السرد فاليكس وسكت. بص يا شباب الاسكيلتون بتاع الهوف اربع حاجات. ده اول سؤال ممكن يجي. السكيلتون بتاع الهوف اعتبر نص السكند فالكس، نص السكند ايه فالكس، والسرد ايه فالكس، كلها بينهم عظمه اسمها الديستانس سمويد بون او النافيكولار ايه ديستانس سمويد بون او النافيكولار ايه بون. وفي حاجه اسمها لاترال كارتريج. لاترال ايه كارتريج. بقى كارتريج ده معناها ايه سكيلتون. امال سكيلتون يا جماعه ممكن يبقى بون، ممكن يبقى كارتريج، ممكن يبقى كونكتيف تيشو. خلاص. فنص السكند فالكس، كل السيرد فالكس، الديستال سيسمويد بون او النافيكولار بون عددهم واحد، واللاترال ايه كارتج. ده اول سؤال ممكن يجي. الاسكيلتون بتاع الهوف ده اول سؤال. تاني سؤال اجزاء الهوف، وول وسول وفروك. والوول عباره عن تو وكوارتر وهيل وبار. ده تاني سؤال. تالت سؤال اشرح السول. رابع سؤال اشرح الفروك. هتقول السول عباره عن كريسنتريك اريا موجود في الجراوند سيرفز بتاع الهوف. خلاص. وتقول ان الكريسنتريك ده الهلالي ده عامل كده، يبقى ليه كونفكس بوردر وليه كونكيف ايه بوردر. الكونفكس بوردر دي سيبريتد عن الوول بالوايت لاين، والكونكيف بوردر داخل فيها الفروج. خلاص. ده بالنسبه ليه السول. الفروج هتقول عباره عن ويدج شيب، مثلث الشكل كده، ليه ثلاثة بوردر، اتنين لاترال واحد سنترال، يقابلهم ثلاثة جروف سنترال برضو سالكس وتو لاترال ايه سالكس. والفروج ده بيسموه الهارت اوف ذا هوف. ليه الهارت؟ القلب ده بيضخ الدم للجسم كله. طب الدم دلوقتي اما ينزل في الهوف تحت عايزين نرجعه تاني للسيركوليشن، فالفروج ده هو اللي بيساعد على ضخ الدم تاني. فالفروج ده يعتبر الهارت اوف ذا هوف او الهارت اوف ذا ليج، القلب اللي موجود في الرجل عشان يضخ الدم مره ثانيه. خلاص. رابع سؤال، رابع سؤال وخامس سؤال وسادس سؤال هما دول المهمين. ايه هو السؤال الرابع؟ اللي هو انيموريت انيموريت ذا سنسيتيف لاميلي. يعني ايه سنسيتيف لاميلي؟ اللي هي الماتريكس. خلاص. اللي هو الجزء الحساس اللي في الهوف. في كم جزء حساس في الهوف؟ او السؤال يجي انوموريت ذا كوريام اوف ذا هوف. كلمه كوريام هي ماتريكس، مش فيلم ماتريكس ها، كوريام او ماتريكس او سنسيتيف لاميلي، الثلاثه دول معنى واحد. كلمه كوريام هي كلمه ماتريكس هي كلمه سنسيتيف لاميلي. لو بصيت على الهوف الكوريام بتاع الهوف هم خمسة. انتوا عارفين ان الهوف عبارة عن وول وسول وفروج، صح ولا لا؟ يبقى فيه كوريام للوول، كوريام اوف وول، وكوريام اوف سول، وكوريام اوف فروج. الكوريام بتاع الفروج ماليش اسم تاني، هو كوريام اوف فروج. الكوريام بتاع السول ممكن اسميه سولار كوريام، ايه المشكله يعني؟ ودنك منين يا ابو احمد؟ الكوريام بتاع الوول عشان هو مخطط، شفتوه؟ مخطط كده، هسميه لامنر او لاميلر، هسميه لامينر او لاميلر كوريام. بنحاول افهمك بسيط كده. احنا اتفقنا الهوف عباره عن وول وسول وفروج، يبقى في كوريام للوول وكوريام للسول وكوريام للايه؟ للفروج. كوريام اوف فروج ماليش اسم تاني، كوريام اوف فروج. الكوريام بتاع السول اسمه سولار كوريام، الكوريام بتاع الوول اسمه لامنر او لاميلر كوريام. خلاص. امال الاثنين التانيين اسمهم ايه؟ ها كوروناري كوريام، كوروناري كوريام، وفي حاجه اسمها ايه مارجنال كوريام. مارجنال ايه كوريام، كوروناري كوريام ومارجنال ايه كوريام. في اسماء ثانيه بريبيوبليك كوريام مش عارف ايه، لكن ايه الاسماء دي تسال. مارجنال كوريام وكوروناري كوريام. لو جه قال لك ايه انيموريت ذا كوريام او ماتريكس او سنسيتيف لاميلي. السؤال الخامس، الحصان ده بينط لفوق وينزل حواجز، اكيد ربنا حط جوه
الحافر ده حاجات تمتص الصدمات. 3 كونكشن ابزوربنج ميكانيزم، جهاز امتصاص الصدمات في الحافر. كم حاجه بتمتص الصدمات؟ الفروج يمتص الصدمات، اللاترال كارتريج يمتص الصدمات، واهم واحد اللي بيجي في الامتحان ديجيتال كاشن. ديجيتال كاشن في الحقيقه ممكن يجي ده لوحده في الامتحان، رايت شورت نوت ديجيتال كاشن. هل ليه اسم تاني؟ ديجيتال تورس، ديجيتال كاشن او ديجيتال ايه؟ تورس. خلاص ديجيتال كاشن او ديجيتال تورس ده عباره عن بريزماتيك ماس، كتله منشوريه الشكل كده من الديب ديجيتال فليكسور. ديجيتال كاشن خلاص موجوده ما بين الديب ديجيتال فليكسور تندون والفروج، ودي بتساعد على امتصاص صدمات، لها بيز ولها ايه؟ لها ايبكس، ومشروع عندكم سطرين عليها تقريبا في الكتاب. خلاص اخر سؤال يجي في الامتحان اللي هي الرسمه، ومن منطلق الرسمه ندخل على رسومات المنهج. ايوه اول رسمه علينا اللي هو الجراوند سيرفيس اوف هوف، دي رسمه مهمه جدا. طبعا اذا جت حاجه غير اللي انا هقوله مش مشكله، مش هتتكلم معايا. انا داخل الطريق، انا ولا بشوف بضرب الولا ولا انا ما اعرفش الغير، لكن ده اجتهادي وان شاء الله هيصيب. ولكن يعني ركز على دول وانت عندك وقت بص على الحاجات التانية. طيب اول حاجه الجراوند سيرفيس اللي هي الرسمه دي، هات يا ابني صفحه 118. الرسمه دي مهمه، بسميها جراوند سيرفيس بتاع الهوف، الوول والسول والفروج والتول كوارتر والهيل والبار وهكذا. خلاص بعد كده الرسمه بتاعه ستيج اباريتس فور وهاي، يعني انا عايزك تكتب وبعد كده بص صفحه كام في الكتاب ما تروح بيتك لو سمحت. الاستي اباريتس فور وهايند، ايوه هدي استي اباريتس فور يا حبيبي ما تروح بقى بص على معلش عشان الوقت بس. استي اباريتس فور وهايند تمام يا حبيبي. ترسم شويه عظم كده وشويه خطوط وتكتب الايه الكلام صح يا محمد. بعد كده الكربال بون والترسل بون، الكربال بون والترسل بون، الساينوبيال تندون او الساينوبيال شيس. بعد كده التيبيكال لونج بون، والايه السيسري استراكشر اوف ساينوبيال جوينت، السيسري structure of synovial joint. خلاص يعني هم دول اهم 6 رسومات. لكن في رقم 7 اتوقع ديت اللي هو التيبيكال سباينال نيرف، تيبيكال سباينال نيرف تيبيكال سباينال نيرف، لا اللي هي السنسور والموتور وبرايمر. خلاص شباب يعني زياده بس يعني هتمشوا كده من غير ما نودع بعض يا سيدي وحشين قوي. مش معقول كده السيستر استراكشر اوف سينوفيال جوينت يا شباب. اسمع معايا لو سمحت، اسمع معايا بس. يا شباب لو سمحت نهدى بس. النهارده ايه؟ انت عندكم امتحان كمبيوتر وايه؟ يكفيك الموجود
لا واحد.